مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من المحترف في الدوري المصري. الحقيقة عايزين نتكلم النهاردة في حاجات كتيرة جدا النهاردة في حلقتنا، بس كالعادة زي ما عودناكم في المحترف في الدوري المصري ان احنا كل اخبار طبعا دورينا الدوري المصري والنتائج وجدول الترتيب، ولكن كمان عندنا في كل اسبوع عندنا قضية بنطرحها على حضراتكم وبنحاول نشوف ابعادها ونحاول نشوف حلولها. الحقيقة حلقتنا النهاردة هنتكلم على بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب الحالية الموجودة في مصر، ويمكن الظهور المتواضع لمنتخبنا في البطولة ديت، واللي يمكن أثار غضب كثير من الجماهير ومحبي كرة القدم على هذا الأداء وهذه النتائج، والناس بدأت تقلق على مستقبل الكرة المصرية. هتكلم في نقطتين، النقطة الأولى فنية والنقطة الثانية إدارية. بالنسبة للنواحي الفنية خلينا نتكلم بكل أمانة، استعداد هذا المنتخب ممكن أقول ما كانش على المستوى المطلوب، اختيار بعض اللاعبين أيضا ما كانش على مستوى المطلوب، وما بتكلمش على المرحلة الحالية، أنا بتكلم التمهيد وده والتحضير لهذه المنتخبات اللي عايز أقول لحضراتكم أنها بيتم إزاي في أوروبا على سبيل المثال. التحضير بيتم بشكل يمكن قبليها بعدة سنوات، لأن زي ما بقول لحضراتكم المنتخبات الوطنية في الدول المتقدمة كرويا هي حلقة أو سلسلة متصلة ببعض. يعني لو بتتكلم على منتخب الشباب يبقى في منتخب شباب أو منتخب ناشئين الأول، بعدين منتخب شباب، وبعدين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، أربع حلقات موصولة ببعض. طيب عندنا في مصر هذه السلسلة موجودة أصلا، يعني في تدرج في هذه المنتخبات ولا ما عندناش حاجة خالص؟ احنا الحقيقة ما عندناش حاجة خالص الحقيقة، وده اللي بنتكلم عليه، والواحد يمكن تعب من كلمة البلان والخطة المستقبلية و و و و، فدي آثار سلبية وآثار طبيعية ان مفيش عندك خطة مستقبلية لمنتخبات بلدك، فالناس ما تتفاجئش بهذا المستوى او بهذا الأداء. ولو عندنا منتخب في بعض الأحيان بيعمل نتيجة طيبة على مستوى النتيجة أو الوصول لكأس العالم، دي صدقوني بتبقى عملية بالصدفة. ما عندناش في مصر خطة تقدر تقول إن احنا موجودين عشان نطور الكرة المصرية ومن خلالها بيكون عندك منتخبات على مستوى جيد جدا. وتاني، كل المنتخبات اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم الهدف الأساسي مش إن أنا أروح بطولة أفريقيا ولا أروح كأس العالم للناشئين أو للشباب، لا، ده الهدف الأساسي الناس بتشغل عليه بره، إنك بتكون قاعدة قوية جدا للمنتخب الأول اللي في الصورة، يبقى في مصنع شغال تحت منتخب ناشئين وشباب وأولمبي علشان يغذي المنتخب الأول. ده الهدف مفيش شك، هو ده الهدف الأكبر، إن أنت بتشتغل من تحت علشان تطلع زي قطاعات الناشئين في الأندية بتشتغل من تحت عشان تغذي الفريق الأول. طيب على مستوى منتخبنا الناس طلعت بتقول عندنا عناصر جيده ولكن على المستوى الجماعي مش قادرين يلعبوا مع بعض، فعلامه استفهام على الجزئيه ديت الاداره الفنيه. والحقيقه هقف عند الاداره الفنيه لان كان في هجوم كاسح على الكابتن طبعا المدير الفني محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، وهذا مرفوض تماما. قد يكون مقبول الى حد ما من جماهير مصر، من جماهير اللي بتحب فرقتها، من بتحب منتخبها، ولكن يعني مرفوض شكلا وموضوعا على لسان المسؤولين. يعني ما ينفعش واحد مسؤول اصلا عن هذا القطاع ويطلع يقول لك على سبيل المثال لا يعني ما عرفناش نختار، بمعنى اصح في وقت يعني، والناس يعني انا يعني مستغرب من هذه التصريحات الحقيقه، لانها كلها بتبقى شماعات للمستقبل اللي جاي، ان احنا خلاص يعني وضعنا سيء جدا في البطوله وممكن نخرج لا قدر الله يوم السبت امام السنغال. فالحقيقه شيء يعني يدعو للحزن الحقيقه، لان كمسؤول انت لازم تبقى عارف اولا قراراتك ديت ومتمسك بهذه القرارات وبتدافع عنها، ده على مستوى القرارات، لكن كمان على مستوى بلدك، على مستوى الحاله الفنيه للمدير الفني اللي داخل معركه يوم السبت هتكون عامله ازاي لما يسمع هذه التصريحات، على مستوى اللاعبين لما تسمع هذه التصريحات من مسؤولين للمدير الفني بتاعهم هيبقى شكلهم عامل ازاي. هو ده الاعداد اللي بنعده لاولادنا خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا عشان يلعبوا افضل منتخبات الموجوده في البطوله هو منتخب السنغال، وترجع تقول
يعني منتخب مش نافع وترجع تقول تاني طب هو كان فين منتخب الناشئين؟ منتخب الناشئين خرج ومحدش سمع عنه حاجه، ده حتى ما فيش ريبورت اتكتب لمنتخب الناشئين. مش معقوله 25 لعيب ما فيهمش لعيب كويس، يعني حتى على منتخب الناشئين مش معقوله في لعيب، يعني 25 لعيب ما يكونش فيه انك بتطلع على الاقل حتى لو ما روحتش بطوله افريقيا او كاس العالم، على الاقل عينك بتدور على 3 4 لعيبه، لا ده الولاد دول كويسين عايزين يتطوروا شويه ممكن يكونوا موجودين في منتخب الشباب. يعني ومنتخب الشباب لا قدر الله لو ما راحش كاس العالم لازم يكون الولاد الموجودين دول لا مش مع السلامه والجهاز الفني مع السلامه والدنيا خلصت، مش هو ده، مش هو ده الطريق. انك حتى على مستوى لما بتوصلش كاس عالم بيكون عينك على بعض اللعيبه المميزه انها هتكون دول ولاد موجودين مع المنتخب الاولمبي وهكذا لغايه ما تطلع في الاخر المنتخبات دي كلها تطلع في الاخر 4 5 لاعبين على مستوى جيد كل سنتين ثلاثه يبقى عندك قاعده واسعه من اللاعبين، للاسف مش موجوده. للاسف مش موجوده، اللي بقول لحضراتكم دوت مش موجود في مصر. وامتى هيحصل انا مش عارف. جزء تاني الناس تقول لك امكانيات اللعيبه، اللعيبه في لعيبه بتلعب في لعيبه ما بتلعبش، الدوري ما بيفرسش لعيبه دوليه. واحنا هنا في المحترف في قناه النادي الاهلي الحقيقه بدانا في فتح ملف اللعيبه المصريين ذو الجنسيه المزدوجه من عايز اقول لكم من شهور طويله جدا جدا جدا. واتكلمنا على بعض العناصر الجيده، موجود بعضهم، يمكن بلال مظهر موجود، صلاح الباشا كان موجود لكن كان عنده اصابه، لكن كان في مجموعه وقاعده كبيره جدا موجوده من اللاعبين اللي كان ممكن لو انت تعبت شويه واشتغلت شويه ورحت اتكلمت مع الولاد دول وهم كانوا هيكونوا سعداء جدا ان هم يكونوا موجودين، على الاقل هيكون عندك 4 5 لعيبه على مستوى جيد جدا في هذه البطوله. لان زي ما بقول لحضراتكم الملف ده احنا متاخرين، يعني انا ما بقولش حاجه جديده ما بخترعش حاجه، المنتخب المغربي بيعمل كده، المنتخب الجزائري بيعمل كده، المنتخب السنغالي بيعمل كده على مستوى الفريق الاول، فانا ما بخترعش الذره، لا في ناس بتشتغل وبتتابع وبتروح للولاد دول وبتتكلم معاهم تعالى العب لمنتخبك وهو عنده 17 سنه، ما بتكلمش بعد الولد ما بيروح بيلعب في انديه كبيره تبدا انت تروح له فيقول لك لا معلش انا اسف. فعمليه التحضير ديت للاسف مش موجوده، انك بتحضر لمنتخب مش موجود على المستوى الفني، على المستوى الاداري الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم يعني تصريحات المسؤولين اصابتني انا يعني بالذعر بالخوف، ما بالك بقى الكابتن محمود جابر وما بالك اللعيبه حصل فيها ايه؟ ما ينفعش الحقيقه مع يعني احترامي الكامل لكل الناس اللي طلعت وقالت تصريحات على مستوى منتخب المنتخب الشباب سواء للاداره الفنيه، وانا بخص طبعا الاداره الفنيه لاننا هنا في قناة النادي الأهلي وهنا في البرنامج وأنا على مستوى الشخصي بدعم جدا جدا كابتن محمود جابر لأن هو ده المطلوب دلوقتي، خليك في ظهره، خليك يعني عندك الشجاعة والقوة تقول لك ده اختياري ولكن قد يكون هناك بعض الأخطاء لكن احنا في ظهر الناس دي ورا اللعيبة عندنا ثقة في الكابتن محمود. افرض إن شاء الله بإذن الله افرض كابتن محمود كسب السنغال وصل للدور اللي جاي وصل للدور اللي بعديه وصل للنهائي وخد البطوله، انت يعني قول لي كده التصريح اللي هتطلع فيه بعد البطوله هيقول لك ايه؟ انا عارف هيقول لك ايه، احنا دعمنا هذا المنتخب وكان اختيار جيد للكابتن محمود وساعه الفرح كل الناس بتبقى موجوده، فهذا خلاص ما بقاش مقبول يا جماعه، ما بقاش مقبول والناس بدا يعني الناس بتفهم، يعني الناس بدات تفهم كويس قوي، فعندك انت قصور شويه في عمليه الاختيار قد يكون. لان عمليه اختيار يعني مدربي القطاع الناشئين او مدربي هذا الجيل من المرحله السنيه ليه معايير معينه، مش هتكلم في اللي فات لكن هقول لحضراتكم المفروض ايه يحصل الفتره الجايه. المفروض ان يكون في معايير محدده بيعلنها اتحاد الكوره لوظيفه، انا بكلمك بكل امانه وظيفه، دي وظيفة انت بتتكلم بروفيشنال، فواحد هيشتغل المدير الفني لمنتخب مصر مثلا المنتخب الاولمبي او منتخب الشباب، والله الاتحاد الكورة بيحط معايير والمعايير دي بتتعلن وبيقدم يا جماعة اللي عنده هذه الامكانيات يكون متواجد في الاتحاد عشان نبدأ نتكلم معاه. انا برضو ما بجيبش حاجة من عندي عشان ما يقولكش كابتن هاني يعني بيتكلم كلام كبير، لا انا ما بجيبش حاجة من عندي. على مستوى منتخب بلجيكا بعد الخروج من كاس العالم ايه اللي حصل؟ الاتحاد البلجيكي عمل اللي بقول لحضرتك عليه ده، قال لك في وظيفه شاغره في الاتحاد البلجيكي لمهنه مدير فني للمنتخب البلجيكي الاول المصنف الثاني على العالم، ساعتها كان المصنف الثاني عالميا، ما اتكلمش على ولاد لسه صغيرين ولا ناشئين ولا شباب،
المنتخب البلجيكي الأول. عمل اللي بقول لحضراتكم عليه، اتقدم بعض المدربين، بعض الناس على مستوى أسماء كبيرة جدا، ولكن المعايير راحت فين؟ المعايير راحت فين؟ المعايير راحت لمدير فني عنده 37 سنة. مدير فني هو مدرب يحمل الجنسية الإيطالية والجنسية الألمانية، ومعاه طبعا الكوتش لايسنس، الويفا برو لايسنس، وده مهم جدا. البرو لايسنس ده اعلى فئه من الشهاده او الرخص التدريبيه، وكمان بيلعب بانهي طريقه. ما انت يعني يا جماعه، ما هو لازم يا ريت بس ترجع لي، لان ده مهم جدا. لما بتتكلم على وظيفه انت حطيت لها معايير، بتبدا الناس دي تتقدم، اتقدم اكتر من يعني اكتر من 10 12 مدير فني للاتحاد البلجيكي، بيقعد مع كل واحد بيناقشه، بيشوف المعايير اللي عنده، أنا حاطط المعايير دي تنطبق عليه ولا لأ؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت مشروعك إيه؟ أنت شغفك إيه؟ أنت طريقة تدريبك إيه؟ أنت التعامل معاك إزاي؟ ده طبعًا 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 دوت على صفحة طبعًا ترانسفير ماركت، ووجود البلجيكي طبعًا المدير الفني البلجيكي الألماني الجنسية عنده 37 سنة، وكان مع فريق لايبزيج الألماني. يمكن الناس تقول لك طب هو بطولاته ايه، طب هو عمل ايه، وتبدأ الحاجات اللي احنا ممكن جدا يكون لسه بعيد عنها. اولا 37 سنة صغير هيمسك منتخب بلجيكا، واحد يقول لك طب بطولاته ايه، هو عمل ايه. الراجل كان في لايبزيج وخد معهم كاس ألمانيا، بس كده كابتن؟ اه بس كده كابتن. لكن هو البلان بتاعه ايه، هو فكره التدريبي ايه، هل ينطبق على الكرة البلجيكية، عنده الجزئية ديت من طريقة اللعب، التعامل مع اللاعبين، البلان اللي هو هيحطه، هل البلان اللي هو حطه دوت، لان انا وانا رايح او هو رايح، هو راجل عنده الكمبيوتر بتاعه بيطلع البروجيكتور، بيطلع البروجيكت بتاعه هو عايز يشتغل ازاي، هل المشروع ده ينطبق على المشروع بتاع الاتحاد البلجيكي بنسبة 90%؟ اه الراجل دوت ياخد 9 من 10، اللي بعديه ياخد 7 من 10، اللي بعديه 6 من 10، في النهاية هو دوت الأصلح في الوقت دوت، الأصلح في الوقت ده لقيادة المنتخب البلجيكي. هي الكرة بتدار كده يا جماعة، يعني كرة القدم ما بقتش فهلوة، يعني ما بقتش الأمور لا ده حبيبي طب إيه رأيك في دوت، طب بص عليه بس يمكن ينفع يمكن يمشي، الكلام ده خلاص انتهى في عصر الكرة من زمان. احنا لسه بعيد جدا عن اللي بتكلم عليه ده، لكن انا بتكلم من هنا علشان اقول لحضراتكم الناس اللي بره دي شغاله من زمان بالشكل ده، يعني من زمان بالشكل ده. لو اتطبق دوت على منتخبات بلدنا هتحاول بقدر الامكان ان تصلح المنظومه شويه، انك يبقى عندك معايير، اتحاد الكره بيحط هذه المعايير، وتبدا تشوف على الناس. عندنا صدقوني عندنا مواهب كثيره جدا من المدربين محتاجين فرصه، ولكن قد ينقصهم بعض التدريبات، لازم هو يأهل نفسه للجزئية، عنده لازم يبني لنفسه مشروع. لما اروح اتكلم مع اتحاد الكرة، انا مرشح للمنتخب الاولمبي، اتفضل مشروعك ايه حضرتك، كذا 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 كذا. فخلينا نتكلم في جزئية الناحية الفنية والمدير الفني، شرحتها لحضراتكم ازاي بيتم اختيار المدير الفني، مع كامل الاحترام للكابتن محمود جابر طبعا وكل الدعم ليه. طب على مستوى اللعيبة، مستوى اللعيبة مختلف شوية، ما عندناش القصة دي في مصر، ان انت الناس اللي تحت عندهم شكل تدريب معين وبيتأهلوا بشكل معين، وعندهم نظام تغذية بشكل معين، وعندهم تدريبات بشكل معين، وعندهم مدربين بيدربوهم بشكل معين، فبيطلع وبيفرز لعيب الى حد ما مميز. طب على مستوى بقى يعني نشوف السنغال، يعني نشوف السنغال هم ليه كده، هم ليه كده، عشان عندهم محترفين كتير في هذه السن الصغيره، بنتكلم على محترفين كتير جدا. فلو عندك انت قصور في الجزئيه ديت لازم تشتغل عليها، لازم يكون عندك اليه ان الولاد الصغيرين يطلعوا يحترفوا في الدوري. مش هقول لك هيحترفوا بقى في البايرن، حضراتكم شايفين اكتر المنتخبات اعتمادا على المحترفين، انا بتكلم في هذه البطوله، بطوله الشباب المقامه في مصر. السنغال 6 محترفين، جامبيا 6 محترفين، تونس 5 محترفين، موزمبيق 4 محترفين. فانت بتتكلم على السنغال، ولما دايما بجيب سيره السنغال بنفتكر منتخب مصر الاول، وبعد ما افتكر منتخب مصر الاول بنفتكر الكره الشاطئيه، وبعد ما افتكر الكره الشاطئيه يعني موضوع منتخب السنغال ده يمكن عامل شويه ذعر للناس، لان
للحقيقة نتائج منتخبات السنغال معانا سواء على منتخب الشباب أو المنتخبات الأخرى على مستوى المنتخب الأول نتائج إلى حد ما مش جيدة. فالخلاصة اللي عايز أكلم حضراتكم في الجزئية دي تاني، كل الدعم، كل الدعم للكابتن محمود جابر، كل الدعم لأولادنا إن شاء الله يوم السبت عندهم مباراة الساعة 7، مباراة مصيرية. وأنا مش بحب أقول حياة أو موت، لأن الولاد دول لسه ولاد، مش هقول لك صغيرين لأن 18 سنة مش صغير في عالم كرة القدم، لكن ولاد لسه على أول الطريق. أتمنى إن شاء الله بإذن الله على المستوى الشخصي وكلنا نتمنى إن نكسب هذه المباراة ونكمل لأبعد نقطة في البطولة، ده مفروغ منها. لكن أتمنى كمان إن يكون في يعني تعقل في التعامل مع هذا الملف، وإن لا قدر الله حتى لو هذا المنتخب لم يصل إلى كأس العالم إن إحنا نركز على الولاد البروميسنج. ظهر مين كويس قوي في الولاد دول ممكن يكون موجود في المنتخب الأولمبي. على فكرة أنا عملت كده في المنتخب الأولمبي، يعني كابتن دياس سيد كان منتخب الشباب كان عنده محمد صلاح وعنده حجازي وعنده أحمد الشناوي وعنده عمر جابر، وهم كانوا في مرحلة أصغر سنا من مرحلة منتخب الأولمبي. لكن مع المتابعة وإن لازم يكون في علاقات مستمرة مع مدرب المنتخبات، يعني المدير الفني بتاع المنتخب الأولمبي لازم يكون متواصل مع المنتخب الأول، والمنتخب الأولمبي مع منتخب الشباب وهكذا، لأن زي ما بقول لحضراتكم ده بيوصل لده. يبقى المجموعة ديت يبقى نفوكس عليهم في 4-5 لاعبين كويسين دول على طول منتخب أولمبي مع المجموعة اللي هتمثلنا إن شاء الله في باريس إن شاء الله في الأولمبياد. فده يا جماعة ده الشكل العام اللي الناس بتشتغل بيه بره. أتمنى إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا يوم السبت إن شاء الله ويوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة. طيب على مستوى نادينا النادي الأهلي العظيم عندنا كمان مباراة يعني مهمة جدا في دوري الأبطال، مباراة أمام سان داونز الجنوب أفريقي يوم السبت إن شاء الله. لأن كمان على مستوى نادينا كان في تعثر إلى حد كبير في أول مباراة، لكن دايما معودنا النادي الأهلي إنه بيرجع سريعا جدا، و البطولة المفضلة لينا كلنا البطولة الأفريقية وإن شاء الله النجمة الـ11، كل دي أمنيات وطموحات واصلة للاعبين واصلة للجهاز الفني. إن شاء الله مباراة مش سهلة، حضراتكم عارفين إن سان داون يتصدر المجموعة بست نقاط بعد فوزه طبعا على الهلال وعلى القطن الكاميروني، وإن شاء الله مباراة قوية جدا للنادي الأهلي يوم السبت الجاي. على مستوى الاستعداد أنا يعني واثق جدا استعداد على قدم النساق، وان النادي الاهلي على مستوى كولر بيأهل اللاعبين بشكل جيد جدا، لان مباراه لا تقبل القسمه على اثنين، مش عايزين نصعب الامور على نفسنا. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يفوز بهذه المباراه، والاستعدادات وعوده النادي الاهلي كمان لملعب التتش في الجزيره بعد طبعا الاصلاحات الكثيره في ارضيه الملعب، استعداد قوي جدا جدا. واللعيبه يعني سان داونز مش غريب عليهم، يعني مباريات سان داونز والنادي الاهلي يعني من اكتر الفرق اللي لعبناها على مستوى البطوله الافريقيه اكيد هيكون سان داونز، وبالتالي الفريق مش جديد. ولكن في دوافع كمان على مستوى اللاعبين، انت بتلعب وخسران المباراه الاولى، عندك لسه طبعا مباراه مع القطن الكاميروني ان شاء الله في الكاميرون، لكن دي مباراه ان شاء الله باذن الله يكون الثلاث نقاط هي حصيله هذه المباراه. زي ما بقول لحضراتكم على مستوى طبعا التحضيرات سواء على المستوى الفني على المستوى الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ على مستوى اللاعبين، وحضراتكم شايفين كمان على الجانب الاخر فريق سان داونز الحقيقه فريق محترم جدا، ودايما فريق سان داونز بيلعب كره مختلفه عن الكره الافريقيه شويه، يعني هو ليه مدرسه خاصه بيه كده، عنده بيعمل بيلد اب كويس، عنده شكل معين في الاداء، عنده لعيبه على مستوى مهاري عالي جدا، وبالتالي هتكون مقابلة مش سهلة، لكن النادي الأهلي قادر بإذن الله إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين دي يعني بعض تدريبات سان داونز، والحقيقة يعني كمان على مستوى المدير الفني لسان داونز، زي ما بقول كل واحد عنده طموحاته وكل واحد عنده أماله، وبالتالي المدير الفني لسان داونز كمان هو الراجل قال لك إحنا أولاً بنشكر النادي الأهلي جدا جدا على حسن الضيافة، ده مهم جدا لأن العلاقات ما بين الأندية خاصة الأندية الكبيرة لازم تكون يعني علاقة احترام كثيرة جدا جدا. الراجل اتكلم وقال احنا يعني سعداء الموجودين في مصر وسعداء جدا جدا بالشكل اللي النادي الأهلي استقبلنا فيه، وان يعني كل وسائل الراحة كانت متاحة لينا في مصر، واحنا جينا بدري شوية علشان
نكون مستعدين بشكل افضل لهذه المباراه. وبالتالي في استعداد واضح لهذا المدير الفني وفرقته، انه جاي عارف ان المباراه صعبه ولكن هو بيستعد ليها بشكل كويس. الجزء الاخر هو طبعا بيشكر النادي الاهلي بشكل كبير جدا على على الاستضافه، ومش جديد على النادي الاهلي الحقيقه. يعني النادي الاهلي اي فريق من اي حته يعني بيكون الضيافه على اعلى مستوى، والراجل اكد على ده وقال كل سبل الراحه وفرها لينا النادي الاهلي عشان اقامتنا، بالرغم ان احنا جينا بدري شويه، ولكن يعني احنا سعداء بهذا الاستقبال ومستعدين، واحنا مش جايين مصر عشان نرتاح، احنا جايين مصر عشان نعمل نتيجه جيده. فان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا باذن الله، وكل التوفيق للنادي الاهلي، وكمان كل التوفيق لمنتخبنا للشباب يوم السبت امام السنغال. طيب نروح للدوري المصري، مستعدين؟ يلا بينا نروح للدوري المصري ونشوف اول حاجه نتائج الجوله 19 من الدوري المصري قدام حضراتكم. البنك الاهلي وتعادل الايجابي 2-2 امام سموحه. الزمالك طبعا تاجلت لارتباطه بكاس افريقيا الداخليه، والهزيمه 2-1 من الاتحاد السكندري. وتعادلات كثيره جدا الحقيقه في هذا الاسبوع، ان بي 0-0 امام طلائع الجيش، اسوان طبعا الهزيمه امام النادي الاهلي 3-0، اسماعيلي 1-1 امام غزل المحله، حرس الحدود 0-0 امام فاركو، المقاولين 0-0 امام فيوتشر، المصري 0-0 امام بيراميدز. الحقيقه يعني الشكل التهديفي بقى علامه استفهام كبيره في حتى في الدوري المصري. يعني انا مش عارف كام نعد كام جول، 4 5 7 10 12، انت بتتكلم 12 هدف في الجوله 19. يعني ان شاء الله هنناقش كل ده مع ضيوفنا ان شاء الله النهارده في المحترف، لان العدد قليل جدا جدا جدا. طيب دي كانت نتائج الجوله، نشوف ترتيب جدول الدوري بعد انتهاء الجوله 19. الاهلي في الصداره بعد 16 مباراه ب 40 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني 38، فيوتشر الثالث بنفس عدد النقاط، الاتحاد السكندري في المركز الرابع ب 33 نقطه، الزمالك في المركز الخامس ب 32 نقطه، المقاولين العرب في المركز السادس 32 نقطه، غزل المحله السابع ب 27 نقطه، فاركو الثامن ب 23 نقطه، اسوان في المركز التاسع ب 22 نقطه. نصف الجدول الاخر، النادي المصري في المركز العاشر 22 نقطه، سيراميكا في المركز ال 11 21 نقطه، سموحه 21 نقطه في المركز ال 12، 13 طلائع الجيش 17 نقطة، ام بي ال 14 ب 17 نقطة، الداخلية 15 ب 16 نقطة، حرس الحدود في المركز ال 16 والثلاثة طبعا يعني المهددين بالهبوط، حرس الحدود ب 15 نقطة، الإسماعيلي ب 14 نقطة، والبنك الأهلي ب 14 نقطة. بس لو وقفنا عند الصورة دي هتلاحظ الفرق ما بين المركز العاشر والمركز ال 18، بتتكلم يعني عندك المصري لعب 19 مباراه ب 22 نقطه، لو حرس الحدود او الاسماعيلي كسبوا المباراه اللي جايه هيبقوا عندهم 18 نقطه، وبالتالي الفرق ما بين العاشر لغايه المركز الاخير بتتكلم في 6 نقاط. يعني الجدول مشتعل بشكل كبير جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم الدور الثاني او خلاص بدانا الدور الثاني، هتكون كل مباراه ليها حسابات كثيره جدا جدا على مستوى الانديه. طيب نتكلم على الهدافين، يعني هدافي الدوري لغايه دلوقتي لسه ما زال احمد الشيخ ب9 نقاط، واحمد سيد زيزو ب8 اهداف، ورمضان صبحي ب7 اهداف، رفيق كابو ب6 اهداف، رزق حمرون 6 اهداف، احمد ياسر ريان 6 اهداف، ومابولولو ب6 اهداف. الحقيقه تاني بعد 19 جوله في الدوري المصري هداف الدوري المصري عنده 9 اهداف، عدد قليل جدا جدا يا جماعه، 9 اهداف في 19 مباراه. هداف الدوري المصري زمان كنا بنسمع ارقام كبيره جدا بتعدي ال 20 وال 25 او ال 30 هدف في السيزون. الحقيقه هناقش مع ضيوف النهارده كمان يعني هذه المشكله، عندنا كابتن ماهر همام وعندنا الكابتن عمرو الحديدي هيكون موجود معانا، لكن زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الدوري ما زلنا كمان عندنا لازم نشتغل كويس قوي على دورينا ويبقى في شكل فني افضل من اللي احنا بنشوفه. طيب عندنا كمان اخبار سريعه جدا وبشكل وعنوان وصوره زي ما بقول لحضراتكم، وهنبدا بالاهلي.
نادي الاهلي بزيه التقليدي امام سان داونز، يمكن اصفر اجتماع الفني لمباراه الاهلي وسان داونز على ارتداء الفريق لزي التقليدي خلال المواجهه المقرر اقامتها 9 مساء غدا السبت ان شاء الله على ملعب الاهلي والسلام. الاهلي يعزز علاقته الخارجيه خلال الاسبوع الماضي، وشهد النادي الاهلي على مدار الاسبوع الحقيقه الاسبوع اللي فات استقبال العديد من الضيوف سواء من المنطقه العربيه او من اوروبا، مما يؤكد طبعا على تعزيز النادي الاهلي لعلاقاته الخارجيه اللي بتعكس قيمه ومكانه وشعبيه النادي الاهلي الجارفه. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان استقبل بمقر الجزيره الكابتن نصار الزهري، ده رئيس مجلس اداره جمعيه رعاه الرياضيين بمنطقه مكه المكرمه، وقام الوفد السعودي بجوله داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وانتهى اللقاء بتبادل الدروع. كمان الكابتن محمود استقبل عيسى الحزامي، ده رئيس مجلس اداره الشرق الرياضي، واللي نقل الكابتن محمود الخطيب تحيات طبعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشرق. وطبعا خلال اللقاء تم توجيه الدعوه للكابتن محمود الخطيب لزياره طبعا اماره الشرق. امبارح كمان كان مهم جدا كابتن محمود الخطيب طبعا استقبل مدير الكره في اتحاد الانديه الاوروبيه المحترفه، ده كان لقاء مهم جدا جدا بحضور المهندس خالد مرتجي امين الصندوق. الزياره طبعا جاءت في اطار طبعا بحث سبل التعاون بين اتحاد الانديه الاوروبيه المحترفه مع النادي الاهلي، والاستفاده كمان من نجاحات النادي الاهلي على المستوى القاري والعالمي، ويكون حلقه الوصل ما بين الاتحاد والانديه الغير اوروبيه اللي بيرغب طبعا فيها الاتحاد في مساعدته في المستقبل القريب. اعتقد ده كان دور مهم جدا جدا الحقيقه، بيعكس قيمه ومكانه النادي الاهلي اللي دايما بنقول عليها، حرصه الدائم على تقديم الدعم والمسانده للانديه بصفته كبير القاره. الحقيقه كمان في جوله في مواقع طبعا جنوب افريقيا في المواجهه المرتقبه يوم السبت، طبعا اكد دينيز طبعا حارس مرمى سان داونز ان فريقه كمان بيركز، مش هيركز بس على الاداء لكن بقدر الامكان عايز يحقق نتيجه جيده، بيعمل طبعا على حصد النقاط الثلاث وعايز يجمع من 10 الى 11 نقطه ليتخطى بيها دور المجموعات والتاهل للدور التالي. كمان تحدثت موقع اي او ال ده الجنوب الافريقي عن المباراه، اشار ان النادي الاهلي هيكون تحت الضغط خلال المباراه خاصه بعد الخساره امام الهلال السوداني، في المقابل سان داونز في الصداره بالعلامه الكامله. في موقع اسمه سكر لدوما ده طبعا لسه في جنوب افريقيا تحدث عن المواجهه بتسليط الضوء على 5 لاعبين في الاهلي يرى انهم مصدر الخطوره على سان داونز. الخمس لاعبين من وجهه نظر هذا التقرير هم اليو ديانج ومحمد شريف وحسين الشحات وبيرسي تاو وعلي معلول. موقع نيوز الاخر سلط كمان الضوء على المواجهه خاصه انها تكرار زي ما بقول لحضراتكم لمواجهه الموسم الماضي من دوري ابطال افريقيا، اشار الموقع ان الاهلي بيدرك خطوره سان داونز ولذلك يسعى طبعا للتعامل معه خاصه في بعد الهزيمه من الهلال السوداني. دي كانت اخبارنا ويمكن ده الفقره الاولى من حلقتنا، عندنا فاصل سريع وعندنا نستقبل بعد الفاصل ان شاء الله نجومنا نجوم النادي الاهلي الكابتن ماهر همام والكابتن عمرو الحديدي في اللقاء ان شاء الله يكون لقاء ممتع هنتكلم فيها عن الدوري المصري، نتكلم كمان على منتخب الشباب، كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم والفقره الثانيه في المحترف في الدوري المصري، معانا اثنين نجوم على مستوى الكره المصريه وعلى مستوى طبعا النادي الاهلي واثنين سردباكات، يعني انا يعني مهتم جدا بالحاله الدفاعيه في البرنامج، فيعني معانا نجم كبير جدا واسطوره الكره المصريه والنادي الاهلي الكابتن ماهر همام. مساء الفل عليك يا كابتن هادي، منورنا، ربنا يخليك يا رب. صخره الدفاع ويعني من الناس المميزين جدا في الدفاع كابتن عمرو الحديدي، مساء الخير عليك يا كابتن عمرو. سنورك يا كابتن هاني، منورنا حبيبي يا كابتن. وزي ما بقول لك كابتن ماهر كل اسبوع جوه ثلاث سردباكات، انت بتحن للمدافعين، هنلعب 3 4 3 عشان احنا الثلاثه نلعب بس حاجه فيرو كده لنص الملعب بس يعني نحل بيها شويه. لسه بتكلم معاكم في موضوع الدفاع بشكل عام والشكل الدفاعي، لكن الحقيقه وانا بتكلم في الانترو
لقيت ان الاسبوع 19 من الدوري المصري فيه 12 هدف على مستوى الدوري المصري يمكن، وهداف الدوري المصري بعد 19 جوله بتتكلم في 9 اهداف. فالسؤال لحضراتكم كلكم طبعا نجوم في الدفاع، هل مصر تفتقد كثيرا من المهاجمين المميزين اللي كانوا بيلعبوا في الجيل اللي حضرتك كابتن ماهر كنت بتلعب فيه؟ هل مصر ما عندهاش هذه النوعيه من المهاجمين؟ وازاي نشتغل على الجزئيه دي، جزئيه المهاجم الهداف اللي ممكن جدا خلال الدوري يكون هداف الدوري ب 23 و25 و30 جول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص هاني، يعني احنا ايامنا مثلا او الاجيال بتاعتنا انت كنت بتعمل حساب كل اسبوع لمهاجم واثنين مهاجمين في كل فرقه، يعني يعني عندك كل اسبوع عندك اي كل فرقه بتلعبها فيها واحد مميز مهاجم وممكن يكون كمان يعني بديل لي مهاجم يكون في نفس المستوى. فده كان بيبقى بالنسبه لي انا يعني كان بيبقى اعداد ذهني صعب جدا، لانك انت المهاجم اللي هتلعب عليه كل اسبوع ده يا اما هداف الدوري مثلا، يا اما مثلا لعيب منتخب مصر اساسي، يا اما محترف من الخارج. فالقصه كانت في الانديه الجزئيه دي كانت سبحان الله يعني موجود فيها عدد وعدد مؤثر بشكل كبير. عشان كده تلاقي مثلا في كل نادي، يعني لو ذكرنا كده هنلاقي مثلا نادي الزمالك هتلاقي علي خليل وطه بصري وحسن شحاته، تلاقي مثلا النادي المصري مصعد نور والسنجة، تلاقي مثلا الاتحاد البابلي والجارم ورزق النصار وكابتن عيد احمد كابتن عيد، تلاقي مثلا المحل كابتن حازم المحل عماشه وعمر عبد الله وعبد الدايم خليل حاجه عبد الدايم حاجه يا هاني حاجه، والاولمبي كمان لما كان بيلعب الاولمبي السويسي الكاس. بصراحه في كل نادي، النادي الاهلي الخطيب مصطفى عبده كابتن عباس زيزو محمد عباس حتى الاجيال اللي بعد كده. فسبحان الله ما كناش حاسين بالجزئيه دي زي الفترات دي. وكمان عايز اقول لك كمان المدافعين، يعني احنا النهارده بنتكلم على قله المهاجمين ومشاكل المدافعين. طب بالنسبه للمدافعين بقى ده جزء كمان بيكمل سؤالي الاولاني كابتن عمرو، لما انت كل اسبوع زي ما كابتن ماهر كده بيقول لك انت بتلعب على مهاجم قوي، ده اكيد بيأثر عليك على الجانب الفني انك بتكون بترفع من مستواك الفني، غير لما بتلعب كل 3 4 5 مباريات مع مهاجم ممكن يضايقك شويه، وبالتالي كمان مستوى المدافعين في الدوري المصري خلال يمكن فتره التسعينات قد تكون افضل من المستوى الفني للمدافعين على مستوى كل الانديه. يمكن انا متحيز للنادي الاهلي باستثناء النادي الاهلي، ده بيأثر عليك. يعني انت ما بتلعب مع مهاجم كل اسبوع قدام مهاجم قوي، ده بيأثر فنيا ازاي عليك؟ هو مش بيأثر فنيا عليا في حاجه، بالعكس ده بيزودني. اما بلعب من كل مباراه على اسم كبير، يعني يا كابتن زي ما كابتن ماهر قال ايام السبعينات واول الثمانينات كانت اسماء، ايامنا احنا في التسعينات احنا كان موجود معانا مين؟ الكابتن رمضان والكابتن ايمن شوقي والكابتن حسام حسن، ولو هتطلع من الناشئين هيبقى الكابتن عبد الجليل والكابتن عمرو انور والكابتن عادل عبد الرحمن. طيب وفي الفرق اللي قدامنا الاسماعيلي ابو جريش، المصري ابراهيم المصري، المقاولين مصطفى صادق، كل مره بتلاقي نجم معين اذا كان مهاريا او بيجيد العاب الهوا. دلوقتي احنا بنقول شادو سترايكر الفرود المزيف، كل الهدافين هتلاقي الثمانيه والتسعه والسبعه لعيب نص ملعب، لعيب نص ملعب اللي هو الهداف حسب نادي، يعني مثلا احمد الشيخ مش فرود صريح، هو بيلعب ده يعني زيزو مش فرود صريح، صحيح برافو عليك مش فرود صريح، صحيح. اما فرود اللي هو كابتن ماهر بيقول ال 18 هدف كنا احنا بنبقى عارفين وعاملين احصائيه ان مثلا الدوري العام الكابتن حسام حسن 18 هدف في الدور الاولاني، احنا الدور الاولاني الدور الاولاني احنا دلوقتي بنتكلم في 9 وقربنا ننهي الدور الاولاني، وايه احنا خلاص انهينا الدور الاولاني. اسمها اخطاء مدافعين، ضربات جزاء اكتر منها الحته التهديفيه. حتى في الحته الدفاعيه نسبه مش عايز اقول نسبه الموهبه، الحته الدفاعيه اللي بتعلي كفاءه دفاع الفريق قلت، هتلاقي واحد مش هتلاقي الخط كله. كنا زمان احنا نقول ايه لبعض واحنا موجودين في التسعينات، ايه رايكم يا جماعه نوصل بالاسبوع، كان كابتن ماهر المدرب العام موجود مع هولمان الاسبوع ال 18 الشبكه العذراء للكابتن شوبير، كان بقى كمونة يوسف الحديدي مشير كابتن علاء عبد الصادق، ازاي نوصل لاعلى ريكورد من الاتفاق بينكم بقى بين اللعيبه، انتوا بتتفقوا خلاص يا جماعه. كان الكابتن ماهر وهو بيمر يقول ايه مالكوش دعوه بيهم، يضيعوا زي ما يضيعوا، ركزوا انتوا عشان انتوا اللي هتشيل الحته دي. لسه بقول لك احنا كنا يعني المدافعين الله يكون في عونهم كانوا بيشيلوا
يعني بيشيلوا مشاكل كتيره جدا. ودايما المهاجم حتى لو مش موفق بيجي بيجيب جون وخلاص كل الناس بتتكلم على هذا المهاجم. المدافع بيكون يعني متمرمط وشايل الدنيا وخطا صغيره كابتن ماهر بالظبط بالظبط بيبقى عليه. وده دورك يا هاني انك انت تحمي، لانك انت عندك لعيبه في نص الملعب على اعلى مستوى، عندك مهاجمين يقدروا يجيبوا في اي وقت. يعني دوكوتي كان عنده مقوله مشهوره قوي يقول لك ابنه انت حافظ احنا 90 دقيقه ممكن في الدقيقه 91 نجيب. انت يعني عندك ودي شخصيه النادي الاهلي بالظبط، نجوم موهوبين. فالنهارده زي ما عمرو قال لك احنا بنتورث اجيال مع اجيال. فطول عمر النادي الاهلي ثلاث خطوط بالنسبه له مع حراسه المرمى من اقوى الخطوط اللي موجوده. يعني احنا 82 هنا لما خدنا بطوله افريقيا اول بطوله، بتبص يا عمرو تلاقي الصوره اللي موجوده عليها 18 لعيب منتخب مصر، 18 لعيب منتخب كل واحد يعمل فرقه بالحقيقه يعني. بالظبط. وبعدين يا هاني خد بالك كل الفروق ده اللي انت بتلعب عليها منتخب مصر اللي انا ذكرتهم دول بيلعبوا منتخب مصر. فانت النهارده فاحنا ايامنا ما كانش عندنا مشاكل في الحته القدامانيه دي ولا في الحته الخلفيه ولا في حراسه المرمى، ما كانش في مشاكل. احنا بس كان بيفرق معانا ما وصلناش زي الاجيال دي بسبب الامكانيات، صحيح، بسبب الاحتكاك طبعا. احنا ما كانش عندنا احتكاك، لكن كل لعيب له شخصيته وله اسمه وله تاريخه. اقل من 12 13 سنه في نجوم خدمت اكتر من 15 سنه. طبعا احنا دايما بنتكلم على النجوم والاساطير، وخاصه اساطير النادي الاهلي اللي كان ليهم تاثير كبير جدا على النادي الاهلي وعلموا الاجيال اللي يعني اللي طالعه شخصيه النادي الاهلي. الحقيقه كابتن ماهر سؤال ليك وسؤال نفس السؤال للكابتن عمرو. فوز النادي الاهلي على اسوان بعد طبعا العوده من كاس العالم، شايفه ازاي؟ وازاي الجزء الثاني ازاي نستعد لمباراه مهمه جدا جدا يوم السبت؟ النادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي نشتغل ده ازاي؟ وشايف رؤيتك للفوز، فوز النادي الاهلي على اسوان في اسوان 3-0. هو الثقه المتبادله اللي بين الراجل وبين اللعيبه وبين الجماهير مأثره بشكل كبير جدا يا هاني على اداء النادي الاهلي. يعني في ناس كانت تشكك يا عمرو تقول لك ايه، لا الاهلي مستواه وحش، لا الاهلي مباراه اتعادل فيها، لا الاهلي خسر مباراتين. يا جماعه نادي القرن، نادي البطولات، 115 سنه، ده نادي له تاريخه وله امكانياته وهو عارف هو عايز ايه. فساعات الناس بتبقى قلقانه وخصوصا جماهير النادي الاهلي، لكن انا عايز اطمنهم اقول لهم يا جماعه من افضل اللعيبه اللي موجودين حاليا الجيل ده، وجيل ده بصراحه صنع بطولات للنادي الاهلي. الجيل ده محطوط تحت ستريس بقاله 3 سنين. الجيل ده عنده اصابات كانت قبل كده اثرت عليه بشكل كبير جدا. فالنهارده وجود كولر والاستراتيجيه اللي بيلعب بيها، هو كمان بيعمل حاجه جميله جدا يا كابتن هاني. هو احنا زمان كنا متعودين على الثبات، يعني يمكن ينجح موسيماني ان هو كان عنده 16 17 18 لعيب، هو عنده 14 15 لعيب مركز عليهم بيهم. لكن الراجل ده غير لنا المفاهيم بتاعت الثبات في حته التدوير، وخصوصا في الخط الامامي. التدوير اللي بيعمله هاني بردك لان هو عارف انه بيلعب في 5 بطولات، والنهارده بردك البطوله العربيه جايه السادس بطوله. فالبطولات الكتيره ديت هتاثر على الولاد. لو هو ثبت في 14 15 لعيب زي موسيماني هنرجع تاني للمشاكل القديمه بحته اصابات النجوم والاجهاد و لكن هو الراجل بذكائه قدر يغير المفاهيم ديت في حته تدوير اللعيبه. يعني كل مباراه بتبص تلاقي مغير 3 4 لعيبه في اماكن مختلفه، وبعدين الشوط الثاني بيبدا ينزل ناس ويريح ناس. فالراجل ماشي باسلوب بصراحه خطوات روتيشن عامله بشكل جيد جدا وكسبنا منه مجموعه من اللعيبه وتطور اداء اللاعبين. كمان بنتكلم على حسين الشحات عامل مباراه امام اسوان، مباراه عالميه. هاخد سؤال مختلف شويه ليك كابتن عمرو. دايما تقول لك النادي الاهلي متصدر دلوقتي بفارق 3 نقاط، ولكن عنده لسه عندنا 3 لقاءات. انت شايف الجزئيه دي، هل ده ضغط اكتر على النادي الاهلي ولا ده فرصه افضل للنادي الاهلي لما يكون عندك 3 مباريات مؤجله انك تحقق ان شاء الله فيهم المكسب وتوسع الفارق؟ هل ده ادفايس للنادي الاهلي، فرصه كويسه للنادي الاهلي، ولا بيحط النادي الاهلي تحت ضغوط انك لازم تكسب عشان توسع هذا الفارق؟ بص يا كابتن هاني، يمكن كولر عمل حاجه كويسه قوي، فهم الدرس بتاع موسيماني اللي كان قبل كده في المواسم السابقه، ان انا اما برجع انا مطمن ان الماتشات المؤجله انا هكسبها. لا، هو بيشتغل ملف ملف، وهو شغال دلوقتي خلص مباراه اسوان بروفا بعد كاس العالم للانديه لمباراه سان داونز. هفكر في سان داونز وبعدين اقفل الملف وافكر في يوم الثلاث لو لعبت الداخليه او ماتش القطن، كل مره على حده بشكل. وهو شغال الراجل عارف، مش عايز يشتت لعيبته، عايز يفكر في حاجه واحده، الثلاثه بونت ازاي يجوا بالاداء بالمستوى
الروتيشن اللي كابتن ماهر كان لسه بيتكلم عنه، الراجل محسسنا او محسس كل الناس هو مين النجم الاوحد. ما عندوش يعني باستثناء الشناوي وعلي معلول ان هو بيثبتهم. احنا بنشوف شويه مروان، عرفنا بمروان، عرفنا بخالد عبد الفتاح، كريستو هيبقى موجود. الراجل بيقول بس انا بوظفه للحته الاداء الجماعي بالمهاره اللي موجوده عنده، اقتناعه بتاعه، ثقته في شريف والعامل النفسي اللي بيعمله مع شريف، قفشه، كذا موضوع داخل النادي الاهلي. في مجموعه اللعيبه اللي تم استقطابها من الخارج في التدعيمات الشتويه، الراجل مدينا احساس بامكانيات، بهدوءه، بذكائه، بياخد كل ملف على حده. الماتش اللي قدامه دلوقتي، هو خلص ماتش اسوان من غرفه الملابس اما رجع من السودان، خلص مباراه اسوان بيفكر في سان داونز في نفس اليوم بعد النتيجه. طب ما الناس كلها رجعت. هنتكلم بالتفصيل على مباراه سان داونز، لكن كابتن ماهر خلينا نطلع من الحته ديت من الماتشات ونتكلم على الخبير التحكيمي، وعايز اخد رايك في هذه او في هذا الملف، ملف التحكيم في مصر واستقدام يعني خبير تحكيمي للتحكيم في مصر، اهميته ايه في الوقت دوت، وبينعكس ازاي على، نتكلم دايما على تطوير الكره المصريه، على الدوري المصري كمان بشكل كويس. انا زي ما بتكلم الدوري المصري الحقيقه بكل امانه لغايه دلوقتي لا يفرز لعيب دولي على مستوى عالي. بص يعني التحكيم خلال الفتره الماضيه دي احنا تاثرنا بشكل كبير جدا بصراحه من خلاله، يعني مش بقلل من قيمه الحكم المصري، لكن اخطاء يمكن تسببت ان النادي الاهلي خسر بطولتين دوري يمكن اكتر من 15 بونت في كل سنه بسبب يعني مش عايز اقول ضعف التحكيم، يعني بسبب ان التحكيم سوء التحكيم بشكل عام، سوء التحكيم بشكل كبير. استخدامك لخبير مهم جدا هاني في الفتره دي، ان احنا فعلا محتاجين حد بقيمه الخبراء الاجانب، الحكام اللي على مستوى يقدروا يطوروا لنا من شخصيه الحكام، بس يا كابتن ماهر يدوا الناس فرصه. يعني لو يعني انا خلال تجربتي مع كلاتنبرج اللي فاتت شايف ان الراجل ما خدش المساحه الكبيره، الراجل برضو على مستوى الانتقادات بيتكلم على راجل هو متفق معاهم اوريدي، انا راجل عندي شغلانه 1 2 3 وهكون موجود في الحته ديت. كابتن عمرو كمان ما تعرفش اذا هو كان خبير تحكيمي جاي لتطوير التحكيم او رئيس لجنه الحكام، فدي نقطه برضو اثارت الجدل، هو شغال فين؟ فكل ده لازم يتحل من مجلس اداره الاتحاد للخبير الاجنبي اللي جاي، يعرف بالظبط هو وظيفته ايه. انا راجل جاي اطور، ولا راجل جاي مسؤول عن رئاسة لجنة أو التحكيم في مصر، ولا الاثنين؟ وده مهم جدا الناس تعرفه وهو يشتغل عليها. ما هو كابتن هاني انت حضرتك قلت دلوقتي إجابة نموذجية، هل أنا جاي عشان أطور ولا أنا جاي على المنصب وهيديره المساعدين اللي تحتية؟ الراجل خد إيه؟ الراجل استفدنا منه بإيه؟ سمعنا عنه، سمعنا انتقادات بس إن هو فجأة سافر مارك لاتنبرج، احنا شفنا منه ايه؟ سافر بعد ايه؟ سافر بعد ايه؟ احنا ما سمعناش حد يقول، يعني قال في مؤتمر صحفي ايه المساوئ وايه ايه السلبيات وايه الايجابيات. هل السلبيات اللي احنا تواجدنا فيها هتعمى مع الراجل الجديد، ولا الايجابيات هتبقى منظومه منقسمه لكذا طريقه؟ الادوار الكبيره ديت بتاعت الفرق الكبيره حرص، الفرق اللي في المنتصف في المنطقه الدافئه حرس، اللي في القاع حرس، هل انت عندك استعداد لده؟ اللي جاي هيضيف ولا رؤيه انه اجنبي عقده الخواجه وهنحطه في المنصب ونتفرج وفي نهايه الموسم استبعاد الراجل الخواجه الجديد اللي جاي؟ ده مهم جدا طبعا. نتمنى ان شاء الله اللي احنا بنتكلم للصالح العام، يعني دايما في قناه النادي الاهلي ودايما موجودين احنا دايما في ظهر الحكام ودايما بنساند، ولكن زي ما بنتكلم ان احنا لازم يكون عندنا خبير يحط بلان للكره المصريه. مفيش عيب يا جماعه الكلام ده، صدقوني لو مع اننا احنا قادرين وعندنا كوادر وكل حاجه، لكن لو قادرين ان احنا نجيب ناس نستفيد منها لمده 3 4 سنين ويبقى خلال وجوده هو كمان بيولد كوادر وكوادر بتتعلم منه، يبقى نعتمد على نفسنا في المستقبل، ده مش عيب يعني. كابتن ماهر عايز اكلمك بقى عن مباراه سان داونز. مباراه سان داونز مباراه مهمه جدا، اكيد حسابات مختلفه كمان لكولر، لان المباراه الاولى للاسف ان اتهزمنا من الهلال السوداني 1-0، مباراه ليها حسابات كثيره جدا جدا. شايف المباراه دي ازاي فنيا؟ بص يا هاني، يمكن الشوط الاولاني بتاع اسوان بصراحه شوط ممتع، ما اتعملش في ال 15 اسابيع اللي قبل كده. تحس ان اللعيبه بوجود الجمهور طبعا اللي كان موجود في اسوان ادى دافع بشكل كبير جدا للعيبه. المنظر الاستاد حلو قوي طبعا، قوي واللعيبه تحس بحركتها،
من خلال انتشارها في الملعب، من خلال ادائها، من خلال الجمل التكتيكيه، من خلال الاهداف اللي جت. فده بيدل على ان لعيبه النادي الاهلي لما بتبقى فايقه بتادي اداء فعلا مميز. يعني طبعا مخرجنا بيجيب لنا لقطات طبعا من الجول الاولاني هاف كروس اتعمل بشكل جميل جدا يا هاني. طبعا الهاف كروس بيبقى اخطر من الاوفر لاب، وبعدين الانتشار والكثافه العدديه اللي موجوده داخل 18 اسوان قدر النادي الاهلي يستغلها بشكل كبير. طبعا كهربا من اللعيبه اللي يعني انا بسميها جواكر في الحته القدامانيه، يقدر يلعب راس حربة وهمي، يقدر يلعب. خلينا نرجع للصوره ديت، وشايفين يعني انا بيهمني الديتيلز الصغيره، رساله شادي حسين محمد طبعا شريف. رجعنا اللقطه اللي فاتت ديت، لان الناس كانت بتقول ان شادي عنده مشاكل ومحمد شريف عنده مشاكل، لكن الحقيقه الروح مختلفه تماما لما بتشوف كهربا بيجيب الجون الاولاني. اول ناس بيروحوا عليه مين؟ يعني هاني. انا عايز اقول كمان عمرو اللي عمل الكلام ده مستر كولر، ان فعلا شخصيته قربت اللعيبه منه بشكل كبير، وفي نفس الوقت هو اللي قدر يخلق المناخ الجميل الحب طبعًا المتبادل. طبعا ده دور مدير فني مفيش شك بين اللعيبه وبينهم بعض. طيب عمرو عايز يعني عايز طبعا عايز هتعلق طبعا على المباراه ديت، لكن كهربا انا عايز اقول حاجه بس وبعدين ارجع لكهربا. الحته اللي كهربا بيتكلم عنها وشادي او شريف هي الناس ما عرفتش تهد في النادي الاهلي في المباريات، فالامور النفسيه والمعنويه ان انا افتعل شيء او اقول شيء على السوشيال ميديا ان في خناقه او ضربوا بعض، الحاجات اللي احنا مش عمرها ما بتحصل في النادي الاهلي حقيقي. عمرها ما كانت موجوده جوه اوضه اللبس. طول عمرنا ان اوضه اللبس النادي الاهلي معروفه، خرجنا احنا كلنا واحد في الملعب، اللاعب رقم واحد هي النتيجه، الاداء، الجماهير، المسانده اللي احنا شفناها، الالتفاف اللي من جماهير النادي الاهلي اللي اكثر من رائعه، كل واحد بينكر ذاته. يعني حسين الشحات بادائه ثلاث اسيست بثلاث اهداف لعبد القادر او لكهربا او للموجودين بقفشه، اجمالي الموضوع النادي الاهلي بقى باللي احنا شايفينه ده هو بيرد، بس رد عملي رد بايجابيه باهداف. طيب الجزء الثاني كمان نسينا ان كمان بعد قفشه ما طبعا جاب الجول اعتذاره وبيحاول يقول للجماهير يعني اعذروني او بتاسف لكم على ضياع الفرصه اللي طبعا كانت موجوده في مباراه فلامينجو. لكن عايز اتكلمني على كهربا، انت سيرد باك وكهربا تحس انه مختلف شويه، يعني الستايل بتاعه مختلف، تحركاته مختلفه. شايف ايه اللي في كهربا مختلف مثلا عن شريف؟ كل واحد ليه ميزه، يعني ده مش احسن من ده، كلهم لعيبه كويسه، لكن كل راس حربه يعني عنده ميزه. لو انت بكره سيرد باك هتلعب على كهربا، هتفكر أو يعني اوقفه من انهي جزئيه؟ مان يا مان. مان ليه؟ كهربا عنده زي ما حضرتك لسه بتقول يا كابتن هاني، عنده اساليب معينه، المراوغه، ايجاد لعب الهواء، التمركز، خلق المساحه في اماكن بيعرف يشتغل فيها كويس قوي، الحاجات اللي فيها اسيست اللي هو الشكل الجمالي اللي بيعمله رقم 10 بيعملها كويس. هتقول لي على شريف، هقول لك ما سيبلوش مساحه انه يقدر يتدور عشان بيجيد باللعب برجليه الاثنين. هتقول لي شادي لازم الزق له عشان لو كره اتعملت بالعرض هيبقى بيجيد العاب الهوا، بس كهربا شامل سنه. تقدر عليا يعني يا عم؟ بفضل الله ان شاء الله. هيخطفك في واحد. ما هو ده بقى تركيزي. انا كهربا تركيزي ممكن تركيزي اكتر من 120%، ان انا مثلا متعود ان الفرود اللي بيلعب عليا بيجيد العاب الهوا، كان الكابتن ماهر يقول لي ما تسيبوش جوه الصندوق حر، ضايقه لازم قريب منه. بالظبط. اما لو بره الصندوق بالظبط انا الكره زي دي المدافع قريب منه، لكن هو مين اللي سمع؟ هو عمل حاجتين، تمركزه ما بين السيرد باكين، واحد عدته والتاني في ظهره. المفروض وقفه السيرد باك بيبقى ظهره للمرمى بنفس شكل الضرب، المرمى نفسه هو بيقف ايجابي، ان لو طلعت وسندت بصدري عليه انا اديله دفعه ابعده اوصل الكره ضعيفه لحارس المرمى. بس هو كهربا التراجع ويبص، يعني هو بيرجع كده خلاص خد التمركز وعمل الجامب بتاعه في الثبات جول، يعني جول سته. هاني كمان هو جاي من الحلقه ففرق معاه، يقدر يطلع برجل ورجل تفرق معاه رجوعه. طبعا رجوعه يعني رجوعه مش بظهره، توقع تايمنج. بالظبط تايمنج مهم جدا. ودي جمله خد بالك هاني، دي جمله بتتعمل الهاف كروس عامه بيبقى اخطر من الاوفر لاب، يعني ده جمله من ضمن الجمل المتعودين عليها اللعيبه. ايوه رجع لي اللقطه دي عشان انا اول اتنين راحوا وانا يعني بصمم يعني الحاجات الفنيه. شريف وشادي ده حاجه جميله. وكمان تواجد ثلاث لعيبه ده كمان في كثافه عدديه وفي رغبه
طبعا للفوز بشكل كبير متواجده. لكن خلينا كمان ندي حسين الشحات حقه الحقيقه، لان حسين في المباراه ديت وحتى مباريات كاس العالم للانديه انا في اعتقادي حسين الشحات بيقدم افضل اداء يمكن قدمه مع النادي الاهلي خلال السنوات اللي فاتت، اسيست على مستوى رائع جدا حتى تسجيل الاهداف. شايفه ازاي يا كابتن ماهر؟ وانا معاك انا هاني، قلت لك حسين بيجهز نفسه للبطوله دي، عنده خبرات كبيره جدا في البطوله، وهو بيحب بطوله كاس العالم للانديه، لعبها مرتين كده مع النادي الاهلي ومع العين، وظهر فيها يمكن اكتر واحد من اللعيبه اللي شاركوا في المجموعه دي كلها. فحسين كان باين قوي ان هو قبل البطوله محضر نفسه، مركز، بينام بدري، تغذيه كويسه، تدريبات، هو حاسس ان في حاله فنيه وبدنيه عاليه جدا، وقدر يستثمر الجوانب دي في البطوله. فحسين بيعتبر من افضل اللعيبه اللي شاركوا في البطوله دي مع النادي الاهلي في خلال المباريات الماضيه. انعكس عليه بقى في المباراه دي، يعني حسين لما رجع فايق النهارده، هو الاسيست الوحيد اللي موجود اللي يقدر يوصلك للجول زي ما شفنا باشكال مختلفه. هاف كروس جمله جميله بيعملها، بيروح للخط وبعدين بينزل لتحت القادر، وبعدين بيلعب لقفشه في الدبل باس. فحسين تحس انه بصراحه الفتره ديت يعني نضج بشكل كبير جدا يعني. طب عمرو عايز تقول حاجه قبل ما نروح للجهاز؟ الميزه اللي كانت في كولر ان هو ارتفاع مستوى الاداء الجماعي والفردي، الفردي اكتر اتنين استفادوا بيه هاني وحسين الشحات. برافو عليك. عبد القادر هو الراجل بيقول انا اللي مديله المهام دي، يشتغل واحد على واحد. حسين الشحات بقى دلوقتي كل مره كنا بنقول النادي الاهلي ما بيعملش غير الكروسات من عند علي معلول او الحاجات المهاريه من احمد عبد القادر، لا دلوقتي بنشوف هاني وبنشوف خالد عبد الفتاح وبنشوف حسين الشحات، بنشوف زياده عدديه. ثقه الراجل في اداء لعيبته لارتفاع مستوى الاداء الجماعي والفني منطبع على اداء لعيبه بتنفذ للراجل اللي هو عايزه مع التطوير والابتكار. انا معاك كمان على مستوى مروان عطيه، كمان دخل النادي الاهلي ومبشر، لعيب مبشر ولعيب شخصيه وعنده امكانيات كويسه. يعني هستأذنكم وهنروح هنتكلم اكيد مع حضراتكم على النواحي الفنيه لمباراه سان داونز، لكن تعالوا كمان نشوف طبعا نجم التحليل الفني محمد الباز هيقول لنا ايه على مباراه ان شاء الله المرتقبه امام سان داونز يوم السبت. نرحب بمحمد الباز معانا النهارده. محمد الباز بنرحب بيك في شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا محضر لنا ايه؟ عندنا مباراه مهمه، مباراه قويه جدا جدا امام طبعا سان داونز، اللي الناس خلاص بقت عارفه سان داونز وحافظين سان داونز بشكل كويس، لكن دايما سان داونز كمان عنده ما هو جديد، عنده افراد على مستوى عالي جدا، عنده مدير فني، عنده طموحات كثيره جدا. فرايك من خلال الارقام ومن خلال رؤيتك لمباراه يوم السبت. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على الكباتن الكبار. طبعا مباراه بكره مباراه قويه جدا، سان داونز فريق قوي هنتعرف عليه النهارده اكتر واكتر في الفتره الاخيره، عشان في تغييرات كتيره دخلت على تشكيله الفريق، التشكيله القديمه اللي احنا عارفينها في السنين اللي فاتت يعني معظمها اتغير، في اشكال كتيره، في لعيبه كبيره، في لعيبه جديده، في دماء جديده شفناها بتقدم مردود هائل جدا خلال المباريات الماضيه، وايضا خلال الدوري هناك، الدوري طبعا المحلي جنوب افريقيا. قبل ما نخش على ارقام سان داونز والحالات التكتيكيه وازاي ده بيتعكس على ارضيه الميدان، الارقام بنشوفها ازاي في الملعب، عايزين نبدا كده احصائيات المباراتين الاخيرتين للاهلي، مباراه الهلال يوم السبت الماضي طبعا ومباراه اسوان في الدوري المحلي. معانا الاحصائيات عايزين نبص عليها كابتن عشان نقف عند نقاط معينه قبل ما ننطلق على مباراه سان داونز. دايما بتبقى عمليه تحضيريه قبل المباريات على المستوى الافريقي. صحيح، يعني احنا عايزين نقف هنا قدام مباراه الاهلي واسوان، يعني احنا لو نرجع الشباب الاول نجيب الاهلي والهلال، يعني الاحصائيه اللي قبل كده الاهلي والهلال، لان الاهلي والهلال هنا شفنا طبعا احنا عارفين الاهلي لعب يعني لعب ماتشات كتيره جدا، تقريبا 6-7 ماتشات يا كابتن هاني في خلال 16 مباراه، ليفلز مختلفة، فرق من قارات مختلفة، فطبعا رجع على المشوار الافريقي وشفنا الهلال، هنا في الهلال طبعا المباراة كانت اداء النادي الاهلي لظروف كبيرة جدا ليس فقط فنية، كما ما كانش هو الافضل حتى من الناحية الرقمية، هنقف هنا على نقطتين فقط هي الفرص. معروف عن النادي الاهلي هو خلق الفرص، ولكن ترجمتها الاهداف هي دايما كانت النقطة اللي بنقف عندها والمشكلة الوحيدة في المباراة الأخيرة، لكن مباراة الهلال يا كابتن هاني زي ما حضرتك شايف هي فرصة وحيدة تم خلقها وللأسف لم تترجم بهدف، يعني على هناك ناحية الثانية الهلال طبعا أربع فرص وجاب هدف وكانت خطأ زي ما احنا عارفين، ولكن هنا الفرص
اللي احنا عايزين نقف عليها في مباراه الهلال. لو هنتحرك بسرعه نشوف مباراه الاهلي واسوان. هنا بقى مباراه الاهلي والاسوان والتدوير اللاعبين زي ما حضراتكم اتكلمتم، ومارسيل كولر وعارف ازاي ان هو يغير في التشكيل ويبدا بدماء يعني جاهزه زي كهربا زي الشحات في بدايه المباراه. غير طبعا الباك اليمين والباك الشمال زي ما احنا عارفين، بيعتمد على خالد واعتمد على محمد اشرف. محمد اشرف باك شمال. هنا برضو عايزين نقف على الفرص. لا هنا بقى الاهلي خلاص بقى شكل تاني بالارقام. الاهلي طبعا 3 اهداف في الشوط الاولاني زي ما احنا عارفين، الفرص كانت 5 فرص منهم 3 اهداف زي ما احنا عارفين، اسوان فرصه وحيده. الهدف المتوقع الاكس جي كان عالي جدا 1.73، نسبة الاستحواذ كانت عالية جدا 53، حتى التمريرات وصلنا لنسبة يعني دقة ب 83% من 504 تمريرة في المباراة. المحاولات على المرمى كابتن هاني كانت كثيرة، يعني كانت غزيرة 20 محاولة منها 8 اون تارجت على المرمى في المحاولات، حتى العرضيات 10 مقابل 8. كل الأرقام اللي بتتكلم عليها الباز دي أرقام جيدة جدا على المستوى الهجومي. واحنا النادي الاهلي شاف ان يمكن مباراه نادي اسوان الشوط الاولاني كان من افضل الاشواط على مستوى الفني. صحيح. تعال نروح بقى وناخد دوت لمباراه بكره ان شاء الله. صحيح. احنا بنتكلم على في مباراه الهلال ما خلقناش فرص كثيره، في مباراه الاسوان كانت في فرص كثيره وترجمت لاهداف. عايزين نعرف رؤيتك للنقطه دي بالذات، لان الناس قلقانه. احنا ساعات كتيرة جدا بنخلق فرص كتيرة امام فرق كبيرة زي ريال مدريد وبنخلق فرص. صحيح. لكن ترجمة هذه الفرص تقول لنا برضو ايضاحات للنقطة ديت من خلال تحليلك يعني. صحيح. يعني قبل ما نخش لأي حاجة، طبعا هو عامل التركيز، عامل التركيز هو من اهم العوامل اللي بتساعد اللاعبين خصوصا في التلت الهجومي على ترجمة الفرص الكثيرة ديت لأهداف. احنا شفنا التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر هيساعد بشكل كبير جدا ان هو يخلق التركيز والثبات الانفعالي امام طبعا سان داونز. سان داونز فريق كبير جدا. قبل ما نخش كده سريعا على الحالات التكتيكيه ونشوف بيعملوا ايه في الملعب، عملوا ايه في المباراتين السابقتين يا كابتن هاني، عايزين نبص سريعا على ارقامهم. يعني ارقامهم خلال بطوله افريقيا، طبعا المشوار الحالي لافريقيا، وارقامهم خلال الدوري المحلي. يعني لعب في افريقيا لحد الان 4 مباريات زي ما احنا عارفين، فاز في الاربع مباريات، تعادل 0 هزيمه 0 ل 19 هدف يا كابتن هاني، وعليه طبعا هدفين. ده خلال مشواره الافريقي. لو بصينا على الدوري المحلي، هو طبعا متصدر الدوري المحلي ب 21 نقطه، وعنده طبعا فوز 18 فوز تعادل 1 و2 هزيمه وليه 39. هو لعب ب 21 فاز في 18 وتعادل في مباراه واتهزم في مباراتين. صحيح. يعني ليه 39 هدف، يعني فريق عنده قوه هجوميه ومن اقوى الخطوط الهجوميه طبعا في الدوري المحلي، حتى ايضا هو ثاني اقوى خط هجومي في المشوار الافريقي. لو هنكمل برضه عايزين نتعرف سريعا على المدير الفني لسان داونز الجنوب افريقي طبعا رولاني موكينا. موكينا طبعا مدير فني صغير في السن، وده حاجه جديده داخله طبعا على الفرق الافريقيه زي ما احنا عارفين. 36 عام لسه تولى القياده جديد جدا في اكتوبر الماضي، عدد مباريات 13 وفاز في 13 وتعادل يعني زيرو، يعني ما عندوش حتى زيرو. على مستوى المقارنات طبعا في يعني بنتكلم لسه على مدير فني يعني مستلم المهمه، وعلى مستوى المباريات يمكن في طبعا مارسيل كولر عنده خبرات اكتر بكثير، ولكن طموح هذا المدرب النهارده كمان في خلال تصريحاته قال ان احنا بنشكر النادي الاهلي على يعني توفير سواء الراحه لينا، لكن احنا مش جايين مصر عشان نرتاح، احنا جايين عشان نحسم صعودنا للدور الثاني. صحيح. وهنا بقى كابتن هاني هننطلق من احصائيه مباراه سان داونز امام القطن الكاميروني وامام الهلال عشان نقف عند نقطتين قبل ما ننطلق بقى على الحالات التكتيكيه. يعني سريعا كده سان داونز والقطن الكاميروني، في طبعا يعني فرص 6 ترجم منها 3 اهداف، ده طبعا الفوز على القطن الكاميروني 3-1 كابتن هاني. انا عايز اقف هنا عند حاجتين. الحاجه الاولى طبعا المحاولات على المرمى كانت 12 محاوله منهم 5 اون تارجت. هنا بقى طريقه لعب سان داونز، طريقه لعب سان داونز زي ما احنا عارفين دايما بيلعبوا الشورت باسس، ما بيلعبوش الكورات الطويله، دايما البيلد اب عندهم بيبدا من الخلف بالشورت باسس، بيقربوا المسافات. يعني مدرسه سان داونز يعني دايما بيطلع بالكره من تحت، ولكن بطريقه مختلفه، كل لعبهم في العمق يا كابتن هاني. علشان هنا لازم نتكلم على الكروسات، كانت في خلال مباراه القطن الكاميروني ما فيش، يعني تقريبا 6 كروسات فقط، الكرات الطويله ما فيش، يعني 31. يعني ده بيترجم انه على مستوى الكرات العرضيه
او الكرات الطويله ما بيروحلهاش خالص بشكل كبير يعني. وهنقف بقى هنا عند الكرات القصيره او الشورت باسس. ليه؟ لان الشورت باسس دايما بيقربوا لبعض، دايما بيبداوا الهجمه ويكملوا بقى، ودايما في العمق يا كابتن. الشورت باسس عندهم في مباراه القطن الكاميروني كانت عاليه جدا، وصلت نسبه 92% يعني 649 شورت باسس. شورت باسس قريبين من بعض، تلاقي دايما اللعيبه بيفتحوا زوايا تمرير لبعض، ده هنشوفه في ارض الملعب. نفس الكلام امام الهلال، امام الهلال ولا في كروسات كتيره ولا في اي حاجه، هنخش دايما برده على الشورت باس. الشورت باسس دوت اللي هنشوف في الحالات. طيب عندك التكتيكية. بعض الحالات التكتيكيه طبعا. يلا. سريعا الحالات التكتيكيه هنبدا بالبيلد اب. احنا خلاص حفظنا الارقام بتاعتهم يعني للشباب، لو ننقل على البيلد اب ونشوف بيعملوا ازاي بقى الشورت باسس وبيطلعوا بالكوره من تحت يا كابتن هاني، اعتمادا طبعا على الباك الشمال بتاعهم. وهنشوف دلوقتي هم بيعملوا ايه. يعني احنا دايما يعني ده مثال هم بيلعبوا في العمق، يعني ده مثال كده بيورينا ازاي هم بيتمركزوا بشكل صحيح جدا، يتحركوا في الزاويه العاميه للمدافعين او من خلف المدافعين. يعني هنحرك سريعا، دايما الكره بتترمي يا كابتن هاني ثرو باس من عمق، من العمق دايما في زوايا التمرير، يعني التمريرات الداخليه او التمرير اللي هو الجناح مثلا، او التمرير الايمن الداخلي او الايمن اليسار او بيعتمد يعني يعني الجزئيه دي برضو عشان اناقش طبعا نجومنا الكابتن ماهر وكابتن عمرو في النواحي الدفاعيه. هما بيعتمدوا على الشورت باس على ال1 2، وبيعتمدوا كمان على الاختراق من وسط الملعب. صحيح، من يعني من قلب المدافعين. صحيح، يعني ده مثال شفنا على طول من نص الملعب بيعملوها بشكل سريع جدا وبتتم الكره ثرو باس. يعني لو هنكمل عايزين نشوف بالنسب المئويه التحركات هنا كابتن، نقف شويه زي ما كنا بنقول ان كل شغلهم من العمق، حتى الشورت باسس وزوايا التمرير والدبل باس بيعملوها. لو شفنا هنا دايما بتترمي الكرات من العمق ب 61%، حتى نسبه الاكس جي من الاهداف اللي جابوها 1.3 يعني 23 2 3 نسبه اللي هو نسبه يعني الاهداف المتوقعه عاليه جدا. صحيح، من الاطراف يا كابتن هاني نسب قليله جدا، يعني ناحيه اليمين 33% او ناحيه اليسار 7%، اما دايما الشغل كله من العمق 61% من الاستحواذ بتاعهم او من نقل الكره واللعب دايما في العمق. لو هننقل برضو عشان سريعا نبص على ده التمركزات، حتى التمركزات هنا يعني ال 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 العلامه الصفراء ده كابتن هاني والحمراء اللي عليها دايما زي ما قلنا من العمق بتبدا الهجمه، سواء من تحت بتترمي دايما عند دايره نص الملعب، ومن هنا بقى بيبدا الشورت باسس، بيبدا الدبل باسس وينقل الكره دايما في العمق تلعب قدام. ده برده بيورينا التمركزات بتاعتهم بتكون فين، علشان لما نيجي نترجم لعبتنا في النادي الاهلي مين هيبقى افضل سيناريو ان احنا نقفل الخطوط الداخليه ديت في العمق. نمشي برده عشان نبدا نشوف، يعني ده مثال برده من البيلد اب، يعني نحرك سريعا هنلاقي دايما اربعه. بص يا كابتن هاني شوف دايما قريبين من بعض، دايما بيلعبوا شكله هيلعب كره طويله. يعني احنا دايما بنتكلم هم الستايل بتاعهم ان هم ممكن يطلعوا بالكوره لو في مساحات، لكن وارد جدا ان هو ممكن يلعب يعني هو هنا حتى رجع يعني هو كان عايز يلعب كره طويله، فرجع شاف ان هو قرب اتلعبت الكره الشوت باسس. هنا بدا يتحرك، يعني الكره كان في اتنين دبل باس كده كابتن هاني، وترمت دايما ايضا في العمق. نبص نشوف يعني ده برضو مثال تاني، هو اتنين تلاته بينزلوا بيسحبوا معاهم المدافعين، تلاقي دايما يا كابتن هاني الممر الداخلي اللي هو الايسر بيكون دايما فاضي بتتلعب الكره فيه، زي ما احنا شفنا حتى النسب دايما من الممرات الداخليه سواء الايمن او الايسر. يعني نمشي برضو ونشوف عندنا بعض الحالات وعندنا النسب من الممرات. يعني لو الشباب برضو يعرضوا لنا سريعا الصوره اللي فيها الممرات الداخليه، هنا نقف هنا بقى برضو اشرح بالراحه باز عشان برضو الناس اللي بتتفرج يعني يفهموا برضو، يعني بعض الناس ما عندهاش الممرات اللي انت بتتكلم عليها. بتتكلم على الاربع يعني او خمس، عندنا الخمس ممرات، خمس ممرات بتشتغل عليها اذا كان خلفي ولا ما بين الممر والسكس يارد، ما بين السكس يارد والعارضه اللي هناك وهكذا. يعني اشرح لنا ده يعني بالظبط. نقف هنا شويه زي ما قلنا بالارقام ان دايما شغلهم الشورت باس وبيلعبوا في العمق. احنا عندنا الخمس ممرات في الثلث الهجومي ده بالزبط. طبعا اتجاه الملعب ده في المباراه الاخيره امام القطن الكاميروني، نفس النسب دي قريبه برضو من المباراه اللي قبلها امام الهلال. نقف هنا الخمس ممرات زي ما احنا شايفين معظم الارقام اللي هي رقم 8 ورقم 9 ديت اللي هي في النص ده الممر الداخلي الايمن اللي هو رقم اللي فيه 9 لعبات اتلعبت خطيره، والممر الداخلي الايسر اللي هو فيها 8. طبعا الممرات الايمن اللي هو الجناح اللي هو ال 15 او الاربعه اللي فوق ما فيش لعب، معظم اللعب دايما لا اما ناحيه اليمين 15 زي ما قلنا ده معظم اللعبات، لا اما دايما تترمي في العمق. طيب انا برضه عشان ترجم للناس اللي بيتكلم على 15 الممر الاولاني ده ناحيه الايمن الباك شمال بتاعنا يعني بتاع صحيح بتاع او يمينهم اذا كان الجناح يمين او الراجل بيكمل في ناحيه اليمين. نتكلم على رقم 9 ده الممر ما بين الباك الشمال الايمن الداخلي مظبوط عشان يفهم الممر الداخلي وخارجي ما بين الباك الشمال والسرد باك يعني اللي جنبه عبد المنعم يعني عبد المنعم ومعلول مثلا ده الممر نمره 9. صحيح ممر نمره 4 ده ما بين
مثلا محمود متولي وعبد المنعم صحيح. الممر نمره 8 ما بين مثلا محمد هاني وعبد المنعم او متولي أو على متولي. حسب ما هم بيبدلوا بالزبط. المراكز فعلشان كده دايما هنا هيبقى ليه دور كبير جدا لديانج طب أو حمدي فتحي عندك ايه تاني نشغل برضو الحالات معانا يعني بعض الصور برضو بتترجم نفس الارقام نفس الشكل طريقه اللعب 4 3 3 ولكن الثلاثه اللي قدام دايما بيقلبوا اثنين روس حربه مباشره وينزل لاعب تحتهم بيقلبوا المثلث يعني الثلاثه اللي قدام برضو ده مهم جدا ان ممكن يكون اثنين راسين حربه وتحتيهم واحد يعني بيضموا مع بعض ويلعبوا صحيح. راسين حربه تحتيهم واحد. يعني راسين الحربه مايولا دوت طبعا الهداف بتاعهم وهداف الفريق وعندنا ارقامه ولكن سريعا نفس الكلام هتلاقي دايما الكره بتتلعب في العمق ده بيلد اب بشكل اخر دايما الكره بتبدا من الخلف تتلعب لاما في نص الملعب عايزين برضو محمد الاهداف يعني هم برضو طريقه احرازهم للاهداف عامله ازاي نفس الكلام نفس الممرات اللي احنا شفناها يعني اللي احنا شفنا الهدف نكمل ده الهدف الاول في مباراه القطن يعني تعال نتفرج على الهدف الاول كابتن نفس الكلام في العمق شفت بيتحركوا هنا في 3 على 3 الكره اتلعبت في العمق اتحرك المهاجم دخل اللي جوه بعد كده الكره اترمت ناحيه اليسار رقص وبصاها ما فيش حد يعني ما فيش رقابه خالص من القطن الكاميروني يعني هي التحرك في العمق ده دايما ده لازم ناخد بالنا منه طبعا يعني هم دايما بيتحركوا خلف المدافعين بيظبطوا الاوفسايد بيتحركوا بالكره بتلعبوهم في العمق ده الهدف الثاني نشوف بقى الهدف سوري الثالث امام القطن الكاميروني نفس الكلام نفس السيناريو او نفس الكلام اتلعبت الكره في العمق خلاص انفرد واحرز الهدف يعني هو الصوره اتجرت بسرعه طبعاً. ولكن برضو اتلعبت في العمق من الواضح من كلامك ان هم بيعتمدوا بشكل كبير على السرو باس ما بين السدباكين بيعتمدوا على البيلد اب وان شاء الله كمان من النقط دي هنناقش طبعا يعني نجومنا الكابتن ماهر وكابتن عمرو من خلال يعني بعد الفصل الجاي باز بنشكرك شكرا جزيلا دايما بتنورنا وبتشرفنا شكرا جزيلا كابتن هاني وكل التوفيق للنادي الاهلي غدا ان شاء الله باذن الله جزيلا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع تاني لنجومنا الكبار ونحلل بالارقام ما قاله طبعا محمد الباز مع الكابتن ماهر همام والكابتن عمرو الحديد. اهلا بحضراتكم مره تانيه برحب طبعا تاني بنجومنا الكبار كابتن ماهر وكابتن عمرو الحديدي من خلال يمكن الحاله الفنيه اللي شرحها محمد الباز عايز ابدا بيك يا كابتن عمرو. الباز اتكلم على الصن داونز واهم مميزاته هي التحرك ما بين السيرد باك والباك اللي جنبه يعني ما بين السيرد باك اليمين والباك اليمين والسيرد باك الشمال والباك الشمال التحركات دي لو ازاي نشتغل عليها او انت كنت لو موجود هتشتغل عليها ازاي وازاي نوقف الحته دي من الاول وعنصر السرعه اللي بيتميز بيه طبعا فريق صن داونز. بص يا كابتن هاني يمكن انا كنت لسه بقول لحضرتك في فاصل الفجوه اللي بتبقى ما بين هاني متولي وما بين علي معلول ومحمد عبد المنعم. لو رجعنا للهدف اللي جه في ماتش ريال مدريد اللي اتعمل من مودريتش وغير اتجاهه فينيسيوس وراح انفراد على طول هم شغلهم كده بيشتغلوا من ناحيه الشمال ماخوليزي ده بيشتغل من جهه محمد هاني وبيشتعمل مع مانيولا اللي هو الهداف بتاعهم من ناحيه اليمين بيشتغل مورينيو سابو مورينيو ده بيشتغل مع الهاف اللي هو ناحيه علي معلول يعني جهه علي مارسيلو اليندي اللي هو الشغل اللي ما بين السيرد باك والباك ليفت الشغل اللي ما بين الباك رايت والسيرد باك فدي بتحتاج يمكن كنت بتناقش مع كابتن ماهر ان عبد المنعم يعمل كفر بسيط يبقى باين عيني على المان بتاعي بس شايف ظهر محمود متولي عشان لو عدته يبقى عندي السبرنت اللي اقدر اعمل التغطيه السليمه هم بيعملوا الشغل كله في نص الملعب ماكيونا وماكوليزي والاسماء دي كلهم بيشتغلوا في الحته اللي في العمق ما بيشتغلوش على اطراف كور عرضيه يعني مش هتلاقيه مثلا فاتح الملعب قوي فاتح بين جهه علي ومحمد هاني عشان يشتغل كروس ممكن يفتح وبعدين يشتغل من جوه بالظبط كده هم بيشتغلوا كده شغلهم في مبارياتهم اخر فتره كانوا شغالين كده كان عندهم الهداف الشهير بتاعهم بيتر شالوليلي بقاله فتره مش موجود هو بيستعمل دلوقتي شغل امكانيات مانيولا هو الهداف بتاعهم هو الهداف في الدوري المحلي وهو الهداف في بطوله افريقيا هو شغال في الحته دي التحضير من تحت يا كابتن اللي لسه حضرتك كنت بتتكلم عليه بيحضروا لازم انا يبقى عندي شراسه عندي جراءه عندي شخصيه ان انا اضغط ما سيبلوش المساحه ان هو يشتغل عليا ويستحوذ على مجريات الملعب ويعمل الربط ما بين خط الظهر ونص الملعب ونص الملعب والفراوده هم نص ملعبهم مصدر التغذيه للجزء الفراوده اللي هم الاطراف اللي بتشتغل وميوما الفرود الشغل ده لازم النادي الاهلي في اللي موجودين حمدي او السلية او ديانج او مروان الثبات
اللي يعرف يميل بكفر حسب لو جهه محمد هاني اميل على هاني سعده، لو جهه علي معلول اميل على علي وسعده. ودي اعتقد ان الراجل وهو شغال من بدايه الشغل مستر كولر بيشتغل 4-3-2-1، بعد 10 دقائق بيقلب طريقه اللعب 4-1-4-1، اما بيشوف الفرقه بتشتغل ازاي بيعمل جس النبض اول 10 دقائق. شخصيه النادي الاهلي بتبان بقى، بس الاهم من ده كله انصاف الفرص. النادي الاهلي استغلاله للفرص اللي هتيجي في المباراه دي هي اللي هتنهي الموضوع من اول المباراه. ده حقيقي كابتن ماهر. ساعات دايما كنا بنتكلم على الفرق الافريقيه بتتميز بهجوم كويس قوي، وبعض يعني بعض الفرق عندها المستوى على مستوى حراس المرمى والمستوى الدفاعي مش هو القوي بالقدر الكافي. هل انت شايف في صن داونز المقوله ديت؟ يعني عندهم خط وسط كويس، عندهم مهاجمين كويسين، ولكن على مستوى الدفاع عندهم بعض المشاكل. بص هاني، هم بقالهم فتره كانوا بيلعبوا من على الاطراف بشكل كبير جدا، فغيروا السيستم يمكن عن طريق الراجل ده، يعني طريقه اللعب اتغيرت عن السنوات اللي قبل كده. هم برضك بيعملوا حسابك، خد بالك هم قلقانين جدا من النادي الاهلي اكيد، وكل مره يعني حته القلق دي بتبقى في صالحنا، احنا بنقدر نتفوق عليهم خصوصا في مصر بالذات. طريقه اللعب اللي هم طبعا هيلعبوا بيها زي ما انت قلت هاني، عندهم نص ملعب وزي ما عمرو قال والفرقات ده كويسين، لكن برضك ما زالت افريقيا عندها مشاكل في حته الاربعه اللي ورا، في حته الميلان والتغطيه والحاجات العكسيه، واحد ضد واحد وبعدين باصص للكوره مش شايف المهاجم مكانه فين. احنا بقى يهمنا رقم واحد ان احنا نص الملعب بتاعنا يعني يتفوق عليهم، بمعنى يبقى 3-3، يبقى احنا بالنسبه لنا الجوانب الدفاعيه تكون فيها تركيز افضل بشكل كبير. الحاجه الثانيه بالنسبه للمدافعين زي ما عمرو كده قال، مهم جدا انك انت هاني الاربعه اللي ورا لو هم بيلعبوا براسين حربه هتسبب لنا مشكله في العمق بشكل كبير، لان المتولي زي لعب ومحمد عبد المنعم، لان هيبقى 2-2، خد بالك بقى. فدي برضك مهمه جدا، ازاي واحد من الثلاثه ديانج ازاي يبقى قدامهم عشان يقفل الجزئيه دي، يقفل مسار الكره او بالزبط. خط الباص نفسه ما يبقاش في العمق بالزبط. ويبقى في النقطه لو اتنين بيلعبوا على اتنين بيبقى فيه يعني بيبقى فيه لازم تفاهم وكلام كتير جدا. أيوة. ما بين السردباكين. أيوة. يعني لو الكره مثلا بنشتغل في مساحات ضيقه، لو الكره ناحيه مثلا عبد المنعم بيبقى متولي تحت متولي شويه مايل سنه وعينه على الراجل. مشكله هاني، مشكله هي عندنا، جزئيه صعبه مشكله عندنا. يعني التفاهم ده ليه؟ نتيجه التغيير الكتير. انت النهارده الحته دي مهم جدا ان احنا نلعب مع بعض اكتر مباراه واثنين وثلاثه عشان نبدا نفهم بعض، نقدر نتكلم مع بعض. فحته ان الكوره لو في الشريحه بتاعت عبد المنعم لازم متولي يبقى لتحت شويه عشان يبقى يعني لو حصل ثغره يقدر هو كمان يميل في التغطيه على عبد المنعم. الحاجه الثانيه كمان هاني، لازم الباكين يضموا لجوه طبعا، يعني الباكين مش فاتحين، فهيبقى فيه مساحه يقدر يلعب للجناح من جوه او يقدر يلعب له في رجليه وهم عندهم المهاره. لكن رقم واحد حتى لو لعب على الاطراف، احنا عندنا تقدر تغطي بسرد باك، تقدر تغطي بسرد باك الثاني بالباك العكسي. لكن طبعا مهم جدا ان عندهم حته الاستحواذ بيلعبوها بشكل كبير جدا فرقه ككل، يعني بدايه الهجمه من تحت، بيطلعوا من تحت بعد نص الملعب، بعد نص الملعب يبدا يخش في نص ملعب النادي الاهلي يدور على ثغره يقدر يشتغل من خلالها. ف مستر كولر انا شايف من بعد مباراه اسوان بدا يطلع اللابتوب في الطياره وبدا يجيب الجهاز الفني ويبدا يعرض مباريات القطن ومباريات الهلال السوداني، وده انا شايف افضل اعداد للجهاز رقم واحد، ان انا من بدري بدات اشتغل على الاعداد الذهني نشوف المباريات. طيب عمرو، لو نبدا بنفس التشكيله هل ممكن يكون في بعض التغييرات على مستوى بدايه المباراه؟ اكيد طبعا كولر كمان هو من المدربين اللي بيفكر في السيناريو، يعني دايما بيكون عنده ورقتين ثلاثه يعني معاه على الدكه في وقت معين يقدر يدخلهم. يعني خلينا نتكلم على وسط الملعب، انت شايف وسط الملعب نشتغل بمين في المباراه زي دي؟ هو هيبقى حمدي وديانج،
المفاضلة بقى ما بين مروان وعمر، عمر راجع من الإصابة ولا مروان؟ الروتيشن تمالي بيبقى ما بين حسين، أفشة، عبد القادر، تاو، كهربا، طاهر. في الحتة دي مفيش مشكلة. بالظبط الحتة دي مفيش مشكلة، كله بيشتغل يعني. احنا عارفين هاني الشناوي طبعا، وهاني متولي، عبد المنعم، معلول، ديانج، وحمدي، مروان. ليه الحتة حضرتك بتقول عليها؟ لو رجعنا بالذاكرة كده في 98 كابتن جوهري كان مع حضرتك قال لك في ماتش بوركينا فاسو، ماتش كوديفو، ماتش بوركينا فاسو ايوه، وبعديها كان ماتش جنوب افريقيا، كابتن هاني رقم 4 الليبرو المقلوب اللي كان بيبقى قدام الشيشيني، الحتة اللي بتشيل الضغط اللي كابتن ماهر قال عليه على متولي وعبد المنعم. وانا شغال عندي ناس بتعرف تقرا الجيم من بره زي قفشه، بيعرف يشوف السيناريو يتحرك فيه ازاي، يعرف يدور على الثغرات اللي بيقراها من بدايه الشوط الاولاني، وبيشتغل بقوه معينه ان حسين الشحات بيستعمل المهاره عندهم. هم في مشكله في جراند كيكينا الليبرو والراجل اللي جنبه ماثوبي، الناس دي وهم شغالين تملي بيشوفوا انت بتلعب بفرد واحد فبيلعب باثنين مساكين واحد والكفر اللي وراه. احنا في الوقت ده اطرافهم قليله، ما عندهمش الكفاءه اللي احنا ممكن نشوف فيها علي وهاني يشتغلوا عليها. يعني عندنا قدره من عندنا قدره نخترق الحته الدفاعيه كويس قوي. مع الوضع في الاعتبار ان مانيولا 33 سنه اللي بيلعب جهه تاني، اللي بياخد الحته اللي ما بين هاني وما بين متولي، لازم اضيق المسافات اللي اشتغل منها عشان اسيب مهام معينه لعبد القادر يقدر ينقل الهجمه هو وحسين الشحات. نص الملعب اللي هيبقى موجود حمدي او ديانج اللي هو بيلعب قصاد متولي وعبد المنعم، لو بقى مروان واعتقد انه نجح فيها بكل المقاييس في مباراه اسوان، يبقى انا ببدا بيه وبدي اريحيه اوري عمرو يقدر يشتغل ازاي بالاوراق اللي حضرتك قلت عليها. عندي كتير بقى بره، عندي شريف لو لعب كهربا على حساب شريف، عندي تاو، عندي طاهر، عندي عمرو السليه، عندي حلول بره كتير. عندي كان النادي الاهلي تملي بنبقى عارفين ان ال11 والغيارين معروفين، لا كولر بيشتغل لغايه الدقيقه 60 65 ويبتدي يغير دم جديد من نوعيه مانويل جوزيه اطرافه. تملي بياخد من حسين اللي هو عايزه، بياخد من على القادر اللي هو عايزه، بعدين يحط دم جديد يشتغل باللي انتهى منه حسين وعبد القادر. نص الملعب الاهلي فايق، يعلي كفه المباراه والمكسب ان شاء الله يبقى للنادي الاهلي. كابتن ماهر، عمرو اتكلم على وسط الملعب، يعني هو بيقول لك يعني مختصر الكلام اللي عندنا وسط ملعب قادر على السيطره في وسط الملعب يبقى ما عندناش مشكله سواء على المستوى الدفاعي او على المستوى الهجومي. عايز اسال حضرتك كمان في الناس اللي بتتكلم عليها ويمكن اتحسنت المباراه اللي فاتت، بنخلق فرص كثيره جدا ولكن عمليه ترجمه الفرص دي في حالات كتير ما بتتسجلش. ايه اهميه الكلام ده بكره، وخاصه ان بكره مباراه احنا محتاجين 100% الثلاث نقاط، يمكن سان داونز نقطه بالنسبه له تبقى عمليه مكسب يعني طبعا. فنشتغل على الجزئيه دي ازاي وتركيزنا ازاي يكون على ان شاء الله باذن الله ان احنا نحرز هدف مبكر. بص يا عمرو، هاني مباراه اسوان كانت تجربه ايجابيه مثمره في رايي في مباراه سان داونز. لو احنا عملنا الشوط الاولاني بتاع اسوان بنفس الخطوط الثلاثه وارباها والضغط العالي والضغط العالي من قدام واستغلال الفرص اللي بتجيلي مهمه جدا، انا شايف ان يعني هيبقى الملكه للنادي الاهلي وهيبقى في احراز اهداف في بدايه الشوط الاولاني. لازم نحترمهم بصراحه، رقم واحد يعني النادي الاهلي طول عمره بيحترم كل الفرق بصراحه، انك انت بتحترم سان داونز وهو جاي عنده حاجتين عايز ياخد حاجه طبعا. منهم عايز مكسب وعايز ياخد تعادل، لو ما خدهاش ياخد التعادل ويبعد عنك ويجري. لكن احنا محتاجين المباراه دي ثلاث نقاط، لان زي ما احنا عرفنا ان الهلال السوداني كسب القطن الكاميروني فبقى سته، فبقى انت عندك فرقتين دلوقتي ست نقاط والنادي الاهلي نقطه واحده، ففرصه بالنسبه لنا ان شاء الله طبعا موجود جماهير النادي الاهلي اللي احنا عرفنا ان هي هتبقى ان شاء الله حوالي 10,000. طبعا انا شايف جماهير النادي الاهلي يعني هو الرقم واحد او اللاعب رقم واحد طبعا في بدايه المباراه، لان بتدي دافع بشكل كبير جدا للعيبه. الضغط الامامي اول ثلث ساعه، هذه طول عمرنا احنا متورصين، اول ثلث ساعه بتنزل تضغط على الفرق من قدام مع الهتاف الجماهيري مع الضغط الجماهيري المسدة الجماهيريه،
لازم نفتح الجيم من اول تلت ساعه بهدف. الهدف ده مهم هيديلك جدا، يديلك ثقه كبيره جدا جدا انك انت تقدر بعد كده، الثقه طبعا للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بعد كده تقدر استراتيجيتك تفرضها من خلال ادائك وتقسيم مستر كولر لل 90 دقيقه من خلال النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه. نقطة أخيرة يا عمرو، بنتكلم على أهمية إنك تسجل بدري، وفي نقطة يعني كمان ممكن هو يلعب عليها، طول ما الماتش ماشي تعادل هيبقى فيه زي ما بنتكلم فيه ضغوط جماهيرية، في اندفاع بشكل كبير قد يكون على حساب الحالة الدفاعية. تاني تكتيكيا نشتغلها إزاي؟ لو عايزين نهاجم بشكل كبير وبشكل مكثف، عملية الكفرنج للهجمات المرتدة، وخاصة عندهم سرعات وعندهم إمكانيات فنية يقدروا يعملوا الكاونتر أتاك، نشتغلها إزاي تكتيكين جوه الملعب؟ يعني على الأقل النادي الأهلي من البداية الشخصية والروح اللي باينة، الضغط من البداية دي باينة قوي، بتحسسه بتعمل يعني ما بتخلوش يبقى فيه تركيز. أنا لو ضغطت وأحرزت في الأول، يعني ماتش أسوان إحنا خدنا الهدف في الدقيقة 30، في الدقيقة 37، في الدقيقة 40 خلصت. هو كده أنا بجيب هدف بغطيه. إيه اللي بيحصل يا كابتن؟ أول ما بجيب هدف يبتدي هو يفك التلاصم اللي هو كان مواجهني بيها، ده يفتح شوية وابتدي أشتغل أنا من عليه، من الأخطاء اللي أنا بتتواجد في فرقة سان داونز، وابتدي فرص للاعبتي تجيب هدف واتنين. لعيبة النادي الأهلي النقل كتير ده بيضايقنا احنا كلاعيبة النادي الأهلي، مجرد ان الفرقة اللي قدامي نقلت عليا مرة واثنين وثلاثة ابتدت تفقدني تركيزي فابتدي اضغط، بس الضغط كفر واحد، بشتغل كتلة واحدة مفيش حد بيفك منه التاني، وانا بشتغل من جهة حسين، يبقى حسين جنبي كهربا، جنبي هاني، جنبي ديانج، جنبي متولي، الجنب التاني معلول، عبد المنعم، مروان او السلية، عبد القادر، ما يبقاش فيه تراخي. ولو اشتغلت اول 10 دقايق ان انا تحت الكورة وبشوفهم بيحضروا ازاي لجس النبض وبشتغل من اول وجديد بفكري، اعتقد كولر زي ما الكابتن ماهر قال درس الموضوع وشاف السيناريو واثنين وثلاثه في اداء لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله البدايه باللي انتهى منه النادي الاهلي في مباراه اسوان هتكون في ايجابيه غدا باذن الله في مباراه سان داونز. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. طبعا كابتن ماهر بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. التوفيق بكره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله يعني كلنا بندعي للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن علي بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بكره باذن الله. شكرا لحضراتكم، هسيب حضراتكم مع جزء من المؤتمر الصحفي اللي يمكن عمله مارسيل كولر استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله، ويليها فاصل. بعد الفاصل لينا فقرة تحكيمية مع الخبير التحكيمي ناصر عباس بعد الفاصل. Also wir haben noch fünf Spiele zu spielen. Also das gibt eigentlich 15 Punkte noch zu verteilen. Und klar, wenn man ein Heimspiel hat, wäre es von Vorteil, wenn man das gewinnen kann. Und das werden wir morgen natürlich versuchen. بالنسبه للشق الاول من السؤال، احنا لسه قدامنا خمس ماتشات يعني 15 نقطه لسه ممكن ان احنا نحصل عليهم ان شاء الله. بالتاكيد لما يكون الماتش على ارضنا تكون ميزه، او المفروض ان الواحد بيكسب الماتش اللي على ارضه، وده اللي احنا هنحاول نعمله بكره. Jetzt wenn ich ihm schon erzählen würde, wie wir mit welchem System wir spielen und welche Spieler wir aufstellen, ich denke, Sundowns wird sich das auch anhören, diese Pressekonferenz. Da würde ich schon viel erzählen, und das ist eigentlich auch meine Erfahrung. Wenn man das erst dann am Spieltag erfährt oder eine Stunde bevor das Spiel beginnt, ist es sicher vielleicht noch ein bisschen schwieriger, als dass man sich schon einen Tag vorher vorbereiten kann, wie der Gegner dann aufläuft. بالتأكيد لو أنا قلت دلوقتي أي حاجة على طريقة اللعب أو التشكيل، أكيد فريق سان داونز بيتفرج على المؤتمر الصحفي ده دلوقتي، فأنا بديلهم معلومات على طبق من ذهب. بالتأكيد من خبراتي إن الأفضل إن المنافس يعرف تشكيلي وطريقة لعبي ممكن قبلها بساعة قبل المباراة، وأحاول أأخر المعلومة قدر الإمكان. لكن لما المنافس بيحصل على المعلومات دي يوم كامل قبل المباراة يقدر يتحضر ليها ويتجهز ليها، فبالتأكيد ده مش كويس. أحمد.
احمد نوير بي ان سبورتس، تحياتي للكابتن شناوي ومستر كولر. سؤالي، هل الكفه الاهلي تكون الارجح خلال هذه المواجهة نظرا لما يمتلكه من عناصر الخبرة بين صفوف كثيرين، وفي ظل ما سمعته من المدير الفني لفريق سان داونز من أن معظم عناصر الفريق ستكون هي المشاركة الأولى لهم على صعيد دوري الأبطال الإفريقي؟ Viele seiner Spieler zum ersten Mal in Champions League spielen und diese Erfahrung denen fehlen und somit dann hat er einen mehr Vorteil. Die nicht, glaube ich. Ja. Ja, also man, sie haben schon zwei Spiele gespielt und zwei Spiele gewonnen, also ist das auch schon eine Erfahrung. Und ich glaube, klar, die Mannschaften sind natürlich von verschiedenen Ländern, ist dann immer schwieriger, das einzuschätzen, wie stark die Teams sind. Aber ich glaube, der gesamte Verein hatte auch gute Erfahrungen gesammelt in der Champions League und ich glaube nicht, dass das jetzt ein großer Vorteil ist. Also wir müssen hochkonzentriert in dieses Spiel gehen, wir müssen natürlich auch versuchen, unsere Stärken in dieses Spiel zu bringen und versuchen, diese drei Punkte zu gewinnen. بختلف مع حضرتك شويه، لان هم اولا لعبوا ماتشين بالفعل في الشامبيونز ليج، يعني في دوري الابطال، فخدوا خبرات بقى لهم ماتشين اغلب اللعيبه. نقطه ثانيه ان النادي نفسه نادي سان داونز عنده تاريخ في البطوله وعنده خبرات كبيره في البطوله دي، والتشكيل الاساسي او القوام الاساسي بتاع الفريق تقريبا هو من الفتره اللي فاتت، مش كل العناصر جديده. بيبقى في صعوبات لما في عنصر او اثنين بيبقى جاي من بلاد مختلفه، لكن هم عندهم من الخبرات في البطوله دي ان هم يقدروا يخشوا في او يجمعوا الخبرات دي، خصوصا النادي نفسه عنده خبرات كبيره. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا بكره نكون في كامل تركيزنا، وان احنا نظهر قوتنا بكره وشخصيتنا، وان احنا نظهر احسن ما عندنا عشان ناخد الثلاث نقط بكره ان شاء الله. اهلا بحضراتكم في اخر فقره النهارده في حلقتنا، فقره مهمه جدا على مستوى، لسه بقول لحضراتكم، على مستوى ملف التحكيم في مصر. عشان كده معانا خبيرنا التحكيم الكابتن ناصر عباس عشان يشرح لنا كل الامور، ما هو جديد في الاتحاد المصري وكمان الحالات التحكيميه في الاسبوع 19 من الدوري المصري. كابتن ناصر منورنا ومشرفنا. تحياتي لكابتن هاني وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب بحضرتك طبعا، وزي ما حضرتك قلت حلقه فعلا حلقه مهمه جدا ان شاء الله تبقى حلقه مميزه كالعاده. عايز ابدا مع حضرتك يعني الخبير الاجنبي للاتحاد المصري لكره القدم، جاي امتى، شغلته ايه، هيمسك ايه، اليات العمل اللي حضرتك شايفها لازم تكون موجوده عشان ينجح هذا يعني الخبير في اداره ملف التحكيم في مصر. تمام كابتن هاني، نقاط سريعه. الخبير هو محترف، يعني مفترض ان هو محترف يبقى متواجد بشكل يومي في اتحاد الكره، دي نمره واحد، مفيش فيها هزار. يعني الخبير لابد يكون في معاه لجنه حكام محترفه كابتن هاني، وانا بتكلم بقول محترفه، تتقاضى المقابل المادي المناسب. ليه؟ انا مش هينفع كابتن هاني النهارده عدو رجل الحكام بيجي اللجنه ممكن يجي يوم او يومين في الاسبوع عشان يجي يعين الحكام ويروح. احنا بنتكلم على تطوير منظومه التحكيم، يعني محتاجين النهارده الراجل ده يوميا مع اللجنه اللي موجوده معاه، تبقى موجوده مره في اسكندريه، مره في اسيوط، مره، يعني الكلام ده كله مهم جدا. شغل تحكيمي محتاج شغل كبير جدا. الحاجه الثانيه، قدم للحكام يعني اقل شيء يا كابتن النهارده مستحقات الحكام، وده شيء مهم جدا. انا النهارده القيمه بتاعه الحكم في الدوري الممتاز بتدفع من الانديه قبل بدايه الموسم. يعني كل نادي النهارده بيتقال له انت عندك النهارده مثلا كذا مباراه، مصاريف الحكام مبلغ كذا، من فضلك ابعتهم للاتحاد. ايه المشكله النهارده؟ انا اخر كل شهر في الحساب لكل حكم لعب مباراه او اثنين او ثلاثه ينزل له المبالغ اللي هو لعبها، تنزل في الحساب بتاعه. النهارده الحكام ما خدتش فلوسها من بدايه الموسم لحد الوقت يا كابتن هاني، ودي مشكله طبعا. يعني الحكم النهارده هو موظف هيجيب منين؟ بيروح اسوان واسكندريه وبيروح، هيجيب منين وهو مرتبه مثلا على قده؟ يبقى مستحقات الحكام دي نمره واحد يا جماعه، ما فيش فيها هزار، خاصه انك انت من بدايه الموسم يا كابتن ما خدتش، يعني بتتكلم ما خدتش حاجه خالص من بدايه الموسم. بعد 19 اسبوع ما فيش. بالظبط يا كابتن، ممتاز الف، ممتاز ب، القسم الثالث، القسم الرابع، في مباريات اللي هي القطاعات او الجمهوريه ما حدش خد حاجه. وبعدين يعني هروح للقسم الثاني يا كابتن، الاولاني الانديه بتدفعه،
الانديه مسبقا بتدفع لاتحاد الكره، يعني الفلوس اوريدي موجوده. موجوده، ايه المشكله؟ خليها في مخصصات الحكام، تنزل كل شهر للحكم. دي نقطه عامله مشكله كبيره جدا جدا. النهارده انا بطلب من الحكم حاجات المفروض ان انا اوفر له طبعا الحاجات. طيب عندنا مشروع الهدف ده موجود فيه كل الامكانيات يا كابتن هاني انك انت تجهز الحكم فيه. يبقى النهارده الراجل مع فريق العمل في مشروع الهدف عاوز تطور من اداء هاني او ناصر، تعالى روح عندنا هناك الصالات مجهزه، عندنا ملاعب مجهزه. اذا ده شغل تطوير 24 ساعه اللجنه اللي موجوده تشتغل. لو انا النهارده ما عنديش امكانيه اجيب لجنه تشتغل، لابد انك انت لازم توفر للراجل كابتن هاني الامكانيات اللي تساعده، خاصه ان احنا كان عندنا تجربه قبل كده وحصل فيها مشاكل. فيما يخص الخبير هتدي له فلوس، هيبقى يشتغل بشغل يومي. النهارده السؤال بقى المهم قوي 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 كابتن هاني، مين هيكون مسؤول عن رئيس لجنه الحكام؟ ودي مهمه، هل الراجل هيبقى خبير صح للتطوير ولا هيمسك رئيس لجنه الحكام؟ لازم تكون واضحه من الاول. رئيس لجنه الحكام عندنا 25 فرع، كل فرع فيه 100 او 200 او 300 حكم، يعني تتكلم في 5000 حكم على مستوى الجمهوريه. هل هو مسؤول عنهم ولا مسؤول عن حكام الدوري الممتاز فقط لا غير؟ الكلام دوت لو اتحاد الكوره ممكن يقعد مع الراجل، عندنا في اللجنه ناس محترمه تقعد مع الراجل، او هم يقولوا لهم في خبراء بره يقولوا رايهم ايه المطلوب من الراجل عشان نقدر نمشي بالتطوير التحكيمي بشكل صحيح. ده مهم جدا يا كابتن، وزي ما قلت ده ملف لازم يكون الامور واضحه فيه بشكل كامل، من مساوئ او من سلبيات التجربه اللي فاتت ما كانش الامور واضحه بشكل كامل. خبير تحكيمي، لا ده رئيس لجنه الحكام، وكان فيه يعني جذب وشد في هذه المنطقه. طيب عندنا مباراه ان شاء الله، مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي بكره امام سان داونز. الطاقم التحكيمي لمباراه الغد كابتن، هو بملك الحكم طبعا يمكن كل عارفه الاثيوبي، حكم عنده خبرات كبيره جدا جدا كابتن هاني. بكره المباراه كويسه، يعني في كره هتتلعب، اذا النهارده مفيش فار، ولكن انا المطلوب منه ايه؟ هي مشكله المشاكل الحكام هي داخل مناطق الجزاء كابتن هاني، يعني سيبك من اي حاجه في نص الملعب، فاول او مش فاول، اختبار الحكم الحقيقي هو داخل مناطق الجزاء هنا وهنا. اذا النهارده ما عندكش الفرقه مش هتلعب خشونه، يعني الماتش اللي فات في ماتش الهلال شفت اللعب كان عامل ازاي، وشفت الاخطاء اللي كانت المفروض الحكم يحسبها ما حسبهاش، ولكن بكره ماتش هيبقى سهل. اذا المطلوب من بملك بكره ان هو يركز تركيز شديد جدا، خاصه الفار مش موجود. انت شايف انه حكم جيد؟ هو حكم كويس وماشي كويس، ولكن خلي بالك كابتن بكره ماتش صعب جدا، يعني صعب صحيح. جدا جدا جدا. اذا النهارده التحكيم بكره هيبقى له دور يا كابتن هاني في ايه؟ انا كحكم النهارده ما سيبش حاجه للظروف، خاصه النهارده الفار مش هيساعدني، الفار النهارده مش هيرجعني تاني. اذا لابد انك انت تتواجد في الحدث، عندك الزاويه رؤيه واضحه، تدي قناعات للاعبين داخل الملعب انك انت متواجد، ان كل واحد ياخد حقه والعداله تبقى موجوده. ده كله كلام دوت محتاج شغل كبير جدا جدا مبلغ بكره، لان كابتن هاني الغلطه بكره ملهاش رجعه. زي ما قلت الفار بيصحح اخطاء، بكره مفيش الفار. اتمنى بكره لبملك زي ما قلت اهم حاجه عندي مناطق الجزاء ما بقاش فيها مخالفه ما تتحسبش ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك، ويمكن قبل الهوا بتقول لي عندي حالات تحكيميه مهمه جدا جدا في الاسبوع 19 للدوري المصري، حضرتك تحب تبدا بأني حاله؟ كابتن هاني هنا ورساله لكل زملائنا في لجنه الحكام، احنا طبعا واقفين معاكم كلكم، محمد فاروق وكل اللجنه واقفين أكيد. وهنا من خلال هاني وانا لما بنجيب الحالات التحكيميه دي احنا بنساعدكم في ازاي نطور اداء الحكام، ولكن مش بنجيب الحالات التحكيميه عشان نقول انك انتوا عندكم اخطاء موجوده في كل حته، ولكن هنا بنساعد اللجنه واحنا معاكم في اللي جاي صحيح. وسواء في خبير هنبقى معاه، ولكن نفسنا نشوف تطوير، نفسنا نشوف عداله تحكيميه على الكل. مبدا الثواب والعقاب يا كابتن هاني مهم جدا جدا، للحكم لما بيحس ان فلان اخطا ولعب وانا قاعد عامل ماتشات ما بلعبش، لا يعني احنا معاكم زي مدير الفني، نفس القصه. المدير الفني اللي بيدير فرقه لازم يكون فيه عدل كمان في المنظومه بشكل جيد. لو لعيب حتى على مستوى اللاعبين شايف ان انا ببذل مجهود وما عنديش اخطاء، وممكن المدير الفني يعني راي تاني، ممكن ده ياخد من نفسيته. ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني انت اتكلمت في نقطه مهمه، وحتى لو في وقت كابتن، العامل النفسي ازاي تعامل الحكم نفسيا مهم جدا. خلي بالك لو حكم ما عندوش اعداد نفسي كويس مش هيأدي في المباراه، احنا بنتكلم اعداد في نفسي طبعا. اعداد بدني، اعداد فني. لو الحكم ما عندوش ثلاثة مع بعض كابتن هاني صعب ان هو يأدي، ودي محتاجه متابعه بقى، محتاجه متابعه من الاعداد البدني والاعداد النفسي. شغل يا كابتن، ولجنه الحكام شغل 24 ساعه، مفيش هزار يا كابتن. لجنه الحكام في اي اتحاد، في لجنه تبع اتحاد اهلي
24 ساعه كابتن كل يوم متواجدين سواء في اتحاد الكره او في المناطق الفرعيه اللي بتشتغل. طيب معها. يلا نروح على خلينا اول حاله النهارده، وزي ما قلنا عندنا الحاله الاولانيه هنشوف كابتن هاني، وهنا نشوف هذا الحكم. كابتن انا هرجع تاني واحنا قلنا التحركات والقراءه، زي لعيب كره ما بيقرا وبيروح في المكان عشان يستقبل الكره وبيروح يسجل. تعال نشوف الحاله دي في البدايه. كابتن محمود البنا واحد من افضل الحكام مش بس في مصر على مستوى الكوره، نشوف هو الاول. معلش سامحني هنرجع بس للحلقه اللايف اللي انت جبتها في الاول ونشوف. بص يا كابتن هو راح فين يا كابتن؟ ستوب تاني، معلش هرجع تاني. دي حاله تعليميه يا كابتن، انا رايح فين؟ هو لما اللعب كابتن راح كان فين يا كابتن هاني؟ اللعب نشوف فين البنا اتحرك كده. تمام تمام، وبعد كده هيحصل ايه؟ يلا 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 يلا، جه فين يا كابتن هاني؟ جه هنا، خد القرار في ثانيه. اولا لديه الرؤيه الواضحه، التمركز الجيد. خلينا بس نقف على اللقطه دي، مهمه جدا جدا عشان دي ارجع بس هو للحكامنا كلها. شوف القرار، شوف الايد، شوف الثقه في القرار، لم يتردد. هنا كابتن نمشي 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 نمشي، بقى نحلل الحاله. انا بس عاوز حتى وطه، تحس انه وطه كمان عايز هنا كمان بيستكشف. برافو عليك كابتن هاني، بيستكشف يعني خلي بالك تفاصيل الحاله. شوف هنا الحاله، طبعا الاول انا بتكلم على تمركز، على رؤيه، على تركيز من الحكم. خلي بالك هو ده الحكم الشاطر، مش هستنى الفار يجيبني اطلاقا، انا اللي هحسب. نشوف بقى في مخالفه ولا مفيش. كابتن هاني هنا، ما ده بقى السؤال اللي بيجي السؤال المهم اللي في الاخر، ضربه جزاء ولا مش. نشوف بقى المخالفه، ما انا لازم يعني بص الاقرار، الاقرار واخد هنا قرار يعني واضح انه واصل. تعال نشوف محمد اشرف يا كابتن في الحاله دي عمل ايه، واحنا بنقول ركز على النادي الاهلي. خلي بالك وفي قناه النادي الاهلي، بص يا كابتن هنا الرجل الشمال لمحمد اشرف، لو هنشوف كده هنا هنا الزاويه اللي جايه. ها نشوف تاني تاني تاني، سامحني بس نشوف الحاله دي تاني. هنا محمد اشرف يعني عمل حركه تلقائيه يا كابتن هاني، تلقائيه. نرجع تاني معلش، بص الرجل الشمال مش دي، لا اللي جايه بقى هنا. بص يا كابتن هنا، بس الرجل الشمال هنا في الركبه واضحه جدا جدا، ركله جزاء صحيحه 100% على النادي الاهلي، واحنا في استوديو النادي الاهلي بنقول برافو الحكم. عشان يا جماعه ما حدش يقول ان احنا بنطلع بنجيب حالات المنافسين فقط، لا دي حاله بنقول فيها هنا القدم اليسرى، الحذاء هنا في الركبه، والقرار كان قرار صحيح وواضح. انا متفق معاك، لكن سؤال بره المنطقه سريعا. انا في اعتقادي لو في البريمير ليج الكلام ده مش ضربه جزاء. لا يا كابتن حتى لو في لا طبقا للقانون يا كابتن هاني، بص يعني انا بتفرج على ده، انا بحترم رايك جدا ده رايي الشخصي يعني جدا بس انا بتكلم فيها يا كابتن. هذه مخالفه طبقا للقانون، هي مخالفه انت عديت كمدافع، ما كانش يجب يعني. خلينا نتكلم نقول هي ان اللاعب عليه. يعني انا متهيألي محمد اشرف. طب هات لي الحاله دي تاني معلش. لا يعني الحاجة. هو لما مش هو السبب، مش هو السبب انه وقع يعني. طيب انا في رايي الحته دي مش هو السبب. طيب اللي وقع، تعالى تاني يا كابتن هاني في الزاويه، لا بلاش دي، هات لي الزاويه اللي بعد كده اللي واضحه جدا القريبه القريبه. لسه ما زال عندنا زاويه تانية. ما هي بص يعني انا زاوية تانية. انا شايف ان هو في لمس لكن هذا اللمس لا مش لمس، في لمس اللمس دوت يا كابتن هاني لا ما يوقعش. انا بقى كنت لعيب كره وعارف. بص يا كابتن هاني هو لمس. طب بص ايوه بس هو دي زاويه تانية، زاويه تانية من اللمسه فوقع، لكن هو ما وقعوش. لا رايي رايك طبعا محترم، وطبعا رايك لعيب كره. هنا بقى بص يا كابتن تعالى هنا، بص واحده بس ايه رايك؟ ماشي، ما انا ممكن اوقف الصوره. لا مش هوقف يا كابتن، هنا الرجل راحت في الركبه هنا بنقول ركل في الركبه، ركله جزاء واضحه 100% طبعا. ماشي، قرار البنا فيها كان قرار أنا صحيح. انا كابتن وتمركز البنا كان كمان يديله الحقيقه فيه. انا يعني بحيي البنا على التحرك والبوزيشن والقرار كمان، لانه كان قرار سريع وحاسم. خلينا ما تردش بيأثر على اعتراض اللعيبه لما يكون قرار حاسم. لكن في البريمير ليج مش هتحاسب. هقولك على مفاجاه، هذه المباراه لم تشهر البطاقه الصفراء لكلا اللاعبين، مباراه نظيفه جدا. عارف دليل على ايه؟ كل اللاعبين والجهاز الفني مقتنعين صحيح. تماما، ودي مهمه. شخصيه الحكم طبعا، مش اهتم واقتنع بالحكم هتبقى في مشاكل. طب يلا نروح اللي جايه. هنا عندنا مباراه مهمه جدا، وهنا حكمنا الكبير كبير جدا والمخضرم محمد الحنفي. ستوب، هنا كان ممكن المهاجم يجيب جول يا كابتن هاني ولا لا؟ طب نرجع بالحلقه، نرجع تاني عشان هنا هقول لك على حاله مفاجاه. طيب يلا ماشي. يلا نمشي، ودي حاله مهمه كويس. هنا بص اهو، لا ما يجيبش جون كده لسه ماشي. مازال هنا الكره جايه اهي. هنا الحكم اطلق صافرته باحتساب ركله جزاء، الحكم اطلق صافرته يعني كده اللعب وقف اوكي. طيب هنا الفار استدعى الحكم،
قال له تعالى شوف، نشوف هنا، هنا الايد طبقا للقانون دعمه للجسم، وبالتالي هنا مفيش مخالفه لمس الكره بالايد. تاني هنا يا كابتن انا نازل على ايدي، وده في المخالفه في الـ في الـ في الـ في لمسه اليد. الايد لما بتنزل انت ترتكز عليها كابتن هاني والكره بتيجي فيها يستمر اللعب. صحيح. هنا محمد خد القرار باحتساب ركله جزاء. محمد كنت استنيت شويه لانك انت بصفارتك ديت خلي بالك وقفت اللعب. لما راح محمد للفار نشوف محمد لما راح للفار شاف الحاله خلاص، هو محمد حافظ القانون وعارف ان هو فعلا هو هنا مفيش ركله جزاء. هنا ايه هو الاستفاده يا كابتن هاني؟ انا كحكم عندي الفار اخلي اللعب يستمر واسيب المهاجم، يمكن المهاجم يجيب جون. انا النهارده ايه؟ صح بصفرت ديت منعت المهاجم ان يجيب جون، صح، وصفرت على المخالفه، المخالفه اصلا يعني حضرتك شايف انه صفر بدري كان لازم يسيب الكل اللعبه تنتهي وبعدين يشوف الفار. دي مهمه جدا، وده الفرق ما بين الحكم احيانا بيبقى ساعات بيحكم فار وساعات ما بيحكمش فار. طيب. دي بتبقى عامله مشكله. طيب الحاله تعالى هنا الحاله دي كابتن هاني وانا هقول لك ايه اللي حصل وانت كنت بتلعب مهاجم. خليك معايا مدافع. مدافع. هل الارتقاء النهارده بدون مخالفه ولا الارتقاء في مخالفه؟ شوف انت. هنا الذراع اللي هو الشمال للاعب قبل ما يلعب الكره كابتن هاني، نشوف هنا الذراع هنا في مخالفه اللي هي منع حارس المرمى من هو يصعد او يطلع يلعب الكره، وهنا الايد واضحه جدا جدا في وش حارس المرمى. لو هنجيبها تاني عشان بس ندي قناعات للناس، معلش سامحني سامحني ماشي، يعني سريعا نجيبها تاني برضه هنا. عشان هنا يلا وهو بينط وحاطط هنا الحكم احتسب الهدف يا كابتن هاني، احتسب الهدف. هنا الفار كان موجود قال له تعالى رجع، لما راح للفار رجع هو ما اقتنعش بقرار الفار ورجع احتسب الهدف. ونحترم قراره طبعا. صحيح. لان دي كل واحد ليه قناعات. طيب. في ماشي الحاله اللي بعدها، الحاله اللي جايه، ودي حاله من الحالات المهمه جدا نشوف. يلا هنا انا كمهاجم، بص يا كابتن انا بلم كورتي، اللاعب هنا المدافع بيقع بيسقط، يعني انا اقول لي ايه؟ قول لي ايه اللي ارتكبه المدافع عشان خاطر تحسب عليه ركله جزاء؟ شايف ان هنا المدافع هنا بص كان بيشيل ايده وبيقع خلاص. انا كمهاجم جاي بسرعتي بلم كورتي ورحت رايح انا اللي عامل الصدور. كابتن سريعا دي في كره اليد بتحسب فاول على المهاجم، اسمها يعني لو في كره اليد اسقف لك اسقف لك ليه؟ لان هنا للاسف الشديد هنا تم احتساب ركله جزاء على المدافع. دي حاله من الحالات المهمه بنقولها لحكامنا يا جماعه، انا هنا المدافع هنا وقع سقط وانا كمهاجم رايح اللي عليه. صحيح. دي حاله من الحالات. طيب. المهمه. تقييمك لافضل حكم لهذه الجوله يا كابتن؟ زي ما اتعودنا كابتن عندنا افضل حكم هو محمود البنا، وحكم شاطر جدا، وبنديله افضل حكم لاهتمامه وتركيزه ويقظته. طيب. وتدريبه كل الكلام ده. النجاح ما بيجيش مفرج يا كابتن هاني، نفسنا كل حكامنا نبقى نقول على هذا الكلام. كان افضل حكم عندنا هذا الحكم الموهوب محمود البنا. عندنا افضل حكم مساعد وهو تميز ايضا في هذه المباراه، كان احمد نوفل الحكم المساعد الافضل. حكم الفار وكان في ماتش المحله والاسماعيلي هذا الحكم الشاب الصاعد الواعد اللي هو ادى قرار كان في حاله طرد حتى كان معانا ما جاتش، ولكن كان هو افضل حكم في هذه المباراه. عندنا حاجه لقطه الاسبوع. طيب. معلش سامحني 20 ثانيه على طول. لقطه الاسبوع النهارده هي ظاهره بتتكرر في الممتاز به، هي اصابه الحكام يا كابتن هاني. اصابه الحكام ديت ما كناش بنشوفها هنا النهارده، هذا الحكم نشوف النهارده سامي منير حكم الحكام الكبار بيلعبوا في دور ممتاز. في الدقيقه 15 حصل اصابه طبعا سواء شد او مباراه السويس وبتروجيت سويس بورتوجيت. بنقول الكلام ده ليه؟ حكامنا كلهم زي الفل، ولكن يا جماعه المعد البدني المسؤول عن لجنه الحكام مش بس وظيفته اوزع البرامج على الحكام، لا وظيفتي اوزع برامج على الحكام واتابع اداء الحكام. في واحد ناقص له رشاقه سرعه عنده تحمل عام عنده مشكله، لمود الحكام ده يا جماعه تتابع بشكل كويس، البرامج مش بس تتوزع ولكن كمان تتنفذ وتتابع في تنفيذها يا كابتن. الحقيقه دي لقطه طبعا بنحييك عليها يا كابتن بصراحه، لان حالات تحكيميه بنروح ونيجي فيها، لكن لقطه زي دي كمان بتدي رساله كمان. الحاجه الثانيه معلش كابتن هاني بقول ايه، حد هيطلع يقول لي يا كابتن الله هو الحكم ازاي لعب؟ اه زي اللاعب زي اللاعب والله، وبيجي له شد وكله، ولكن طبعًا. احنا نجهز حكامنا يا جماعه. صحيح. بالشكل اللي يتناسب مع التحكيم. صحيح. المصري متعلق دايما يا كابتن. كابتن بوجودك ربنا يخليك، واخر حاجه يعني. ربنا يوفق النادي الاهلي بكره ان شاء الله يا رب ويفوز ويفرح جماهير مصر كلها يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس، بنشكره شكرا جزيلا، وبنشكر حضراتكم وكل دعواتنا ان شاء الله لفرقتنا بكره بالفوز في مباراه مهمه امام صن داونز، وبكون ان شاء الله بدايه الانطلاقه للوصول لابعد نقطه والفوز بال11 ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، الاسبوع اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف في الدوري المصري.